بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع يعني اللي هو الاوبن بيم. الموضوع ده مؤخرا بدا ينتشر او بدا يعني يتداول او بدا يعني تسمع عنه كتير في اثناء الشغل. فالنهارده ان شاء الله هنحاول نلقي نظره عليه ونشوف ايه ابعاده، ايه مكوناته، بحيث نكون اوير باللي بيحصل او التطورات اللي بتحصل عامه في عالم البيم مؤخرا. بالنسبه للسلايد دي لو احنا بصينا اهو هنلاقي فيه تشارت موضح فيه اللي هي البرودكتيفيتي بتاعه الكونستراكشن وبتاعه الانجن وبتاعه اللي هي المانيفاكتشرنج التصنيع خلال 40 سنه، من تقريبا من سنه 64 لغايه 2003. ظاهر هنا ان المنحنى بتاع التصنيع على طول مستمر في الارتفاع، منحنى او الكيرف بتاع الكونستراكشن ثابت ان لم يكن ينخفض، مع ان يعني مفروض مع مرور الزمن ان في التكنولوجيا بتتقدم عامه السوفت وير او ايا كان الكونستراكشن بيزيد، لكن مع ذلك في مجال الكونستراكشن الموضوع عكسي. لما جم حللوا الكلام ده كله لقوا في عده اسباب، لكن من اهم اسباب او من اهم سببين حاجه اسمها lack of interoperability و lack of collaboration. معنى ايه الكلام ده؟ الانتروبرابيلتي اللي هو بالعربي التوافقيه. التوافقيه معناها ان الاطراف بتاعه المشروع نفسها مش مفيش بينهم توافق في ايه؟ في السوفت وير، في الستاندرد، في الكلاسيفيكيشن. كل واحد بيتكلم بلغه مختلفه. اللغه مش مجرد كلام، لا، اللغه كشغل، كستاندرد، ككلاسيفيكيشن، كسوفت وير، كل واحد مع نفسه تماما. اطراف المشروع بتكون كتير، ممكن 5 6 وممكن 10 20 على حسب حجم المشروع. انا دلوقتي كمثلا كمقاول عام او كمقاول باطن عايز مثلا اعمل كوردينيشن او ابعت الشغل بتاعي لاي مقاول تاني، المقاول التاني ده شغال بسوفت وير تاني، فبالتالي انا مضطر ان انا احاول الشغل بتاعي للسوفت وير بتاعه. بحط بلاج ان مثلا على البرنامج بتاعي، مثلا نفترض ريفيت، عايز احول من ريفيت مثلا نفترض لاركيكاد، بحول بحيث ان هو يعرف يقرا الفايلات بتاعتي، والعكس صحيح. طب نفترض انت عندك كذا طرف، معنى كده ان انت مفروض تحول كذا مره، ونفس الكلام الناس دول مفروض برضو يحولوا لك ملفاتهم. الملفات مش مجرد موديل بس، انت عندك موديل، عندك تصنيف، عندك ستاندرد، كل واحد شغال بالمواصفات او بالشغل اللي هو بيريحه. ومن هنا نتيجه ان اطراف كتير متدخله في الموضوع، فنتيجه الكلام ده كله فالمستوى البرودكتيفيتي بتاعه الكونستراكشن عامه بتقل مع مرور الزمن. نفس النظام اللاك اوف كولابوريشن اللي هو التعاون، نفس الكلام، نفس الموضوع، ان نتيجه ان كل واحد شغال بسوفت وير مختلف الكولابوريشن بتاعه او الكولابوريشن ما بين الاطراف كلها قليل، فبالتالي البرودكتيفيتي برضه بتقل، مع ان المفروض انها بتزيد لان التقدم العلمي بيزيد عامه في مجال الكونستراكشن او في مجال السوفت وير، لكن مع ذلك الدنيا ماشيه منخفضه. علشان كده ظهر ما يسمى الاوبن بيم. الاوبن بيم ده بمنتهى البساطه ان احنا بنستخدم حاجه او بنستخدم حاجه اسمها اوبن ستاندرد. اوبن ستاندرد مش مشتركه، يعني مش سيم ستاندرد، لا، اوبن ستاندرد. ستاندرد عامه الكل اللي بيتكلم بيها او الكل عنده قدره انه يحول شغله للاوبن ستاندرد دي، بحيث ان هي تكون نيوترال ما بين كل الاطراف. الاطراف كلها تعرف تفهم بعضها بمنتهى السهوله. لو عاوزين يعني نوضح او نبسط الموضوع، لو بصينا هنا في مجال الدوكيومنتيشن، نفترض انا مثلا شغال وورد فايل. الوورد فايل ده انا عايز ابعته لواحد تاني. ببعته يعني في عندي حالتين، يا اما ابعته وورد فايل يا اما ابعته بي دي اف. الوورد فايل لو انا بعته وورد فايل يبقى لازم الطرف التاني ده لازم يكون عنده برنامج الوورد عشان يعرف يفتح الايه؟ يفتح الملف بتاعي. في نفس الوقت انا بديله امكانيه ان هو ممكن يغير ويعدل في الملف بتاعي. والكلام ده في مجال المقاولات او في مجال الانشاءات مش مطلوب ان انا اطلع شغل والاطراف الثانيه اللي انا ببعت لها شغلي عندهم قدره انهم يعدلوا الشغل بتاعي، الكلام ده مش مطلوب. فببعت ايه؟ ببعت بي دي اف. البي دي اف حجمه قليل وفي نفس الوقت بيحتوي على كل المعلومات اللي موجوده في الملف الاصلي اللي هو الوورد فايل،
وفي نفس الوقت انت عندك، انت ممكن تستخلص منه معلومات، ممكن تضيف عليه كومنتات، تشتغل عليه براحتك. فعشان كده الكل متجه للبي دي اف اللي هو يعتبر اوبن فورمات. اوبن فورمات في مجال الدوكيومنتيشن. لو هنتكلم في مجال الانشاءات، انت عندك برامج كتير بتشتغل بيها، زي عندك ريفت، اركيكاد، مايكرو ستيشن، كل البرامج دي انت شغال بيها ايا كان. فالمهم انت بتحاول تتواصل مع اطراف المشروع الثاني، اطراف المشروع الثاني. نفترض انت مقاول وده مقاول باطن، او انت ديزاينر وده مقاول، فانت بتبعت له الملف. فانت عندك احتمال من الاحتمالين، يا اما تبعت له نيتف فايل. النيتف يعني هي الملف المرسوم او الملف الاصلي اللي مرسوم بالاوبريتنج بالسوفت وير الاصلاني، يعني سواء كان ريفت فايل، سواء كان اركيكاد فايل، او اي فايل تاني. طبعا الكلام ده كله يعني اول حاجه انت لازم هو يكون عنده نفس البرنامج عشان يعرف يفتح الشغل بتاعك. تاني حاجه ان انت بتديله امكانيه التعديل، امكانيه التعديل على شغلك. طبعا الكلام ده مش مقبول، ان يعني موضوع الحقوق الملكيه الفكريه، انت كمصمم، انت كمقاول عام، انت عندك ملكيه فكريه للموديل نفسه. ما ينفعش تدي الموديل وتدي اللايبرري بتاعتك وتدي طريقه شغلك لكل الناس ولكل الاطراف، بحيث ان هم التعديل او عندهم امكانيه انهم يعدلوا. عشان كده ظهر ما يسمى الاوبن فورمات. فانا ممكن احول لهم الشغل بتاعي لاوبن فورمات. اوبن فورمات دي بدل للناس كلها، بدل كل الاطراف الامكانيه ان هم يعدلوا، مش يعدلوا، يشوفوا الموديل بجميع الانفورميشن اللي فيه. مفيش حاجه هتضيع، كل الانفورميشن الموجوده فيه، لكن مفيش حد عنده امكانيه التعديل. ولو حد عنده امكانيه التعديل، هتكون امكانيه التعديل ليميتد جدا، يعني ابسط من البساطه، ما عندوش امكانيه اكتر من كده. واي حد عايز يعدل لازم يرجع لي انا، مش يرجع لي انا، يرجع للانيشيتور، للشخص اللي بدا الموديل، ايا كان مقاول، مصمم، او الباطن. الانيشيتور الخاص بالموديل نفسه هو يرجع له ويطلب منه ايه التعديل ده. طب احنا دلوقتي هل محتاجين الدنيا، او محتاجين الاوبن بيم ده في مجال الكونستراكشن عامه؟ محتاجينه طبعا للاسباب دي. اول سبب زي ما احنا شايفين اللي هو support transparent and open workflow and allow the project member to participate regardless of the software tool they use. كل الاطراف دلوقتي عندها قدره انها يعني يكون عندها يعني قاعده مشتركه بيتفاهموا عليها بغض النظر عن السوفت وير اللي هم شغالين فيه. كل واحد شغال بسوفت وير مختلف. والكلام ده طبعا يعني في الحياه العمليه هتلاقيه منتشر جدا، نتيجه ان كل سوفت وير ليه خصائص معينه. يعني في سوفت وير خاص مثلا او كويس جدا في الاستراكشر ستيل، في سوفت وير تاني خاص او كويس جدا في الام اي بي، في سوفت وير تاني خاص بالايه بالكوست بالتايم. فانا مش هقدر اجبر اي طرف من الاطراف ان هو يشتغل او كل المشروع كله يشتغل في بايه بسوفت وير واحد، خصوصا ان هم مش في كيان واحد، بكيانات مختلفه. ماشي. تاني حاجه، الاوبن بيم سبيكس ان ذا سيم لانجويج فور اول ذا بروسيس ان لايف سايكل اوف ذا بروجكت. ان الاوبن بيم بيتكلم نفس اللغه، نفس الستاندرد، نفس الكلاسيفيكيشن، كل حاجه هي هي. فبالتالي الناس كلها هتعرف تتواصل مع بعضها بمنتهى السهوله. الاوبن بيم بروفايد اندورينج بروجكت داتا فور يوز ثرو اوت ذا اسيت لايف سايكل. الاوبن بيم بيضمن لك ان انت المعلومات او الداتا بتاعتك بتكون هي هي او قائمه طوال فترة المشروع. المشروع انت شغال في الديزاين، شغال في الكونستراكشن، شغال في الفاسيليتي او في التشغيل والصيانة، المعلومات هي هي، مفيش دوبليكيشن للمعلومات. اخر حاجة، all of the software vendors can participate in life cycle. اي حد او اي سوفت وير، قريبة من النقطة الأولانية، ان انت اي سوفت وير ممكن بمنتهى البساطة يشترك معاك في الايه في المشروع بغض النظر عن السوفت وير ده ايه. وبناء على كده في حاجه اسمها بيلدينج سمارت. ايه البيلدينج سمارت؟ البيلدينج سمارت دي عباره عن مؤسسه او منظمه، اول ما نشات سنه 1900 تقريبا 94. كل الاطراف عندهم قدره انهم يقروها في نفس الوقت. فعملوا زي ائتلاف كده مكون تقريبا من 8 شركات في البدايه على راسها اوتوديسك،
وعملوا اللي هو البيلدينج سمارت. في البدايه ما كانش اسمه بيلدينج سمارت، كان اسمه انترناشونال الاينس فور انتر اوبرابيليتي، وتقريبا في سنه 2006 غيروا اسمه بقى بيلدينج سمارت. فالبيلدينج سمارت اول ستاندرد عملته اللي هو الاي اف سي. بعد كده بدات بقى ايه تطلع كذا ستاندرد تاني، بحيث ان الكل يكون او كل الاطراف ممكن تشتغل بالستاندرد دي، بحيث ان الناس كلها تكون فاهم بعض. النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى على الستاندرد بتاعه البيلدينج سمارت. فهي مطلعه اربعه ستاندرد اللي هم الاساسيين، اللي هو اول ستاندرد اللي هو الاي اف سي، ثاني واحد الام في دي اللي هو المودل في ديفينيشن، ثالث واحد الانفورميشن ديليفري مانوال، رابع واحد البيم كولابوريشن فورمات، خامس واحد ده مش ستاندرد، ده سيرفيس هي بتقدمها بس مفيده جدا، اسمها بيلدينج سمارت داتا ديكشنري. هنتكلم على كل النقاط دي النهارده، يعني نظره عامه كده اهو، بحيث ان احنا ايه نكون اوير باللي بيحصل حوالينا. دي بعض المصطلحات هنذكرها النهارده اثناء المحاضره، كاتبها بس كده اهو، بحيث ان الناس تبقى ايه اوير باللي بيحصل فيها او اوير بالمصطلحات اللي هنتكلم بيها. من ضمن او من اهمها اللي هي السكيما. السكيما ايه هي السكيما؟ السكيما عامه هي عباره عن استراكشر اللي انا بنظم فيه المعلومات كسوفت وير. يعني مثلا انا شغال ريفت، الناس اللي عملوا ريفت عاملين سكيما خاص بالريفت، طريقه معينه لتنظيم المعلومات في الريفت. الناس اللي شغالين بالاركيكاد عاملين سكيما معينه للاركيكاد. الناس اللي شغالين باي سوفت وير عاملين سكيما معينه خاصه بالسوفت وير دي. فهي دي ده ما يسمى السكيما، اللي هي الاستراكشر اللي بيتم بيه او اللي بيتم فيه تخزين الداتا، اللي هي الداتا كموديل، الداتا كانفورميشن، ايا كان. الانتيتي عباره عن كلاس اوف انفورميشن. الانتيتي لو انت عاوز تترجمها او تجيب حاجه مقاربه ليها في مجال مثلا الريفت يعني فاميلي. فمثلا لما اقول لك فاميلي بتاعت الدورز يعني ممكن اقول لك الانتيتي بتاع الدور. اتريبيوت دي اللي هي البروبرتيز. ايه بعد كده؟ في عندك بروبرتي، في بروكسي، في ريليشن شيب. كل المصطلحات دي ان شاء الله هنشوفها اثناء المحاضره. ودي الابريفيشن اللي هي الاختصارات على راسها طبعا، اللي هي البيم، جويد، اي اف سي، اي اف دي، ام في دي، ستيب، اكس ام ال. اول حاجه هنتكلم عليها اللي هي الاي اف سي. ايه هو الاي اف سي؟ الاي اف سي ده في تعريفين ليه، في تعريف دارج لكنه مش دقيق قوي، وفي تعريف مش دارج لكن هو الاكثر دقه. هنمسك التعريف اللي هو اللي مش دقيق او اللي هو الاولاني. التعريف ده بيقول ان الاي اف سي ما هو الا نيوترال فورمات. نيوترال فورمات يعني فايل فورمات بس نيوترال، عنده قدره ان هو يعني اي سوفت وير عنده قدره ان هو يفتحه، واي سوفت وير عنده قدره ان هو يصدر. فانا دلوقتي عايز مثلا اصدر حاجه مثلا لواحد شغال بالاركيكاد وانا شغال بالريفت، بعمل اكسبورت للفايل ريفت من الريفت للاي اف سي، هو بيفتحه في الايه في الموديل بتاعه. ده التعريف الدارج بس هو مش دقيق. التعريف الدقيق ان هو الاي اف سي ما هي الا سكيما. سكيما زي ما احنا قلنا قبل كده هو عباره عن استراكشر للمعلومات، استراكشر لهيئه المعلومات او تخزين المعلومات. انا عندي دلوقتي معلومات في الموديل بتاعتي، الموديل مليان انتيتيز، مليان داتا. الداتا دي كلها مش متبعثره كده، لا، الداتا دي كلها ليها اماكن محدده، ليها شكل معين، ليها نظام معين. فهو ده الاي اف سي. الاي اف سي هو عباره عن سكيما، لكن سكيما نيوترال. نيوترال بمعنى انها يعني ايه عامه لكل الايه لكل الاطراف المختلفه، وفي نفس الوقت اوبن مفتوح، مش خاصه زي مثلا السكيما بتاعت الريفت او الاركاد او التكلا او اي سوفت وير ثاني. هي اوبن ستاندرد. دي مثلا لسته مجموعه من البرامج اللي هي موجوده في السوق. كل برنامج من دول ليه سكيما خاصه بيه، يعني الاركيكال سكيما، التكلا، السوليبري، الريفت، كل البرامج دي كلها، كل برنامج خاص ليه سكيما خاص بيها.
على سبيل المثال ده سوفت وير مختلفة، يعني ايه الهدف منه؟ هو بيرسم موديلز عامة، فالسكيما بتاعته بتكون خاصة بالموديلز، واغلب شغله تقريبا معماري، فتلاقي ايه تصنيف المعلومات مصنف بحيث يتناسب مع اللي هو الهدف منه. برنامج اللي تحت ده تيكلا، الفكرة مختلفة، السكيما بتاعته مختلفة، فالسكيما دي مش متوافقة تماما مع السكيما دي حاجة تانية. ده برنامج خاص بالالكتروميكانيكال، نفس الكلام، التفكير مختلف والفكرة مختلفة وطريقة تسمية مختلفة، فبالتالي عنده سكيما مختلفة. فكل دي برامج، كل برنامج دي عنده سكيما مختلفة. فإيه اللي بيحصل؟ أنت دلوقتي دي الطريقة التقليدية، الجزء اللي على اليسار ده أو الشمال ده، دي الطريقة التقليدية. الطريقة التقليدية عبارة عن إيه؟ كل دايرة من دول بيمثل سوفت وير معين، مثلا ده أوتوكاد، ده أركيكاد، ده تيكلا، ده مايكرو ستيشن، أيا كان. أنا دلوقتي خلصت شغلي وعايز ابعته للاركيكاد، فبعمل بلوج ان على البرنامج بتاعي، بطلع الموديل من هنا لهنا. خلاص، نفس الكلام عايز ابعته لهنا، بطرف تاني، نفترض ده المقاول العادي، نفترض ده مقاول باطن، ده مقاول باطن تاني، وهكذا، كل واحد شغال بالبرنامج. نفس المعلومات ببعتها له، مثلا بعمل بلوج ان عندي على الجهاز وعلى السوفت وير، وهكذا وهكذا وهكذا. هتلاقي شبكه من الخطوط او شبكه من الاتصالات متداخله، والمعلومه بتتكرر 100 مره، والمعلومه يعني رايحه جايه 100 مره. فايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل حاجه نيوترال اللي هو الاي اف سي. انا دلوقتي عايز ابعت لفلان اللي هو المقاول ده، ما ببعتلوش، ببعت ايه او بحول الاي اف سي. الاي اف سي ده موجود في النص، كل الناس عندها قدره انها تاخده، كل الناس عندها قدره انها تقراه وتفهمه. فهو بالتالي عايز اتواصل مع الطرف ده، بحط هنا الاي اف سي، هو بياخده من الناحيه دي. لو شفت هنا الشارت ده هتلاقي نفس الفكره، انا عشان اتواصل مع هنا، هنا الاول وهنا، وبعدين هو ياخد من هنا، يبقى عاوز يرجعه لي نفس الايه نفس المسار. فبالتالي كلنا عندنا قاعده مشتركه اللي هو البوس ده اللي هو الاوبن ستاندرد او الاي اف سي. الاي اف سي زي ما احنا قلنا ان هو بدأ، اول ما بدأ مع بداية البيلدينج سمارت، فبدأ من حوالي 96. دي الفيرجن المختلفة او الفيرجن اللي هي من اول ما بدأ لغاية دلوقتي. عندك اي اف سي 1، اي اف سي 2، اي اف سي 2x3، اي اف سي 4، اي اف سي 5. المتداول جدا هو الاي اف سي 2x3، ده اللي هو الدارج او في السوق. الاي اف سي 4 ده لسه جديد، الاي اف سي 5 ده تحت التطوير لسه ما طلعش. لما نقول اي اف سي بنقول مثلا اي اف سي مثلا 4.1.2.3 هكذا، فكل رقم ليه دلاله. فاول رقم هنا ده الميجور ريليز اللي هو الرقم الاساسي، اي اف سي 1 2 3 4. هنا الماينور ريليز، هنا ادندم، هنا كورجندم. فكل رقم هنا ليه دلاله. طب احنا عرفنا دلوقتي الاي اف سي عباره عن سكيما. انا دلوقتي عايز ابعت الاي اف سي ده للاطراف المختلفه، ببعتها بايه؟ ببعتها بالفايل فورمات، زي مثلا الريفت. الفايل فورمات بتاع الريفت هو عباره عن الار بي تي، الاوتوكاد دي دبليو جي. انا ببعت الايه؟ ببعت الملف اللي هو بتاع الاي اف سي بفايل فورمات مختلفه. ايه هي الفايل فورمات المختلفه؟ اول واحد الاي اف سي اللي هو الاكستنشن فايل او الفايل فورمات اسمه اي اف سي دوت اي اف سي، ده اللي هو ما يطلق عليه ستيف فايلز، او ما مكتوب بلغه برمجه اسمها تقريبا اكسبريس. ده يعني المفروض ان هو الحجم بتاع المعلومات قليل، بس صعب انك تفهمه، يعني لو انت فتحته بالنوت باد صعب انك تفهمه كبروجرامر يعني. تاني واحد اللي هو الاي اف سي اكس ام ال، الداتا هو بالظبط زي الاي اف سي بس باكستنشن او بلغه برمجه اللي هي الاكس ام ال. الاكس ام ال ميزتها انها ريدبل، ان انت لو انت بروجرامر انت عارف تقراها، انت فاهمها خلاص. بس عيبها ايه؟ عيبها انها الملف بيبقى تقيل، بيبقى تقريبا 3 4 اضعاف الملف العادي اللي هو الاي اف سي. ماشي، بس طبعا في المشروعات الضخمه، لو انت شغال في برج سكني، شغال في قريه سياحيه، لو انت هتصدر
الموديل نفسه بـ IFC XML، هتلاقي نفسك بتصدر أربع أضعاف الإيه؟ أربع أضعاف الحجم نفسه، فعشان كده مش مرغوب قوي. بس كبروجرامر مرغوب جدا، لأن نتيجة أنت فاهمه كويس قوي أو ممكن تعدل فيه. تالت اكستنشن أو تالت فايل فورمات اللي هو الـ IFC أو IFC زيب فايل، ده عبارة عن يا إما IFC الأولاني أو الثاني لكنه مضغوط، بحيث إن إحنا بنضغط الفايل بقدر الإمكان. المهم بغض النظر عن الفايل فورمات، لكن المعلومات اللي جوه الفايل واحده ما ضايرتش. يعني ما فيش مثلا ايه، يقول لي واحد يقول لي الاي اف سي اكس ام ال ده بيشتمل على كل المعلومات، لكن الاي اف سي العادي ده بياخد جزء من المعلومات او جزء منها كتير بيضيع. لا لا، كلهم بيشتملوا على نفس المعلومات بالظبط. وممكن لما انت تصدر اي اف سي عادي ممكن تعمل له تغيره وتخليه اي اف سي اكس ام ال عادي، من بره الريبت او من بره ايا كان السوفت وير انت شغال بيه. الملف اللي على الشمال ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الملف الاولاني اللي هو الاي اف سي فورمات. لما انت بتفتحه بالنوت باد بيطلع بالشكل ده، عباره عن سطور فوق بعضها، كل سطر بيعبر عن انتسي معينه ماشي، وكل سطر بيشرح العلاقه بتاعتها، بيشرح مثلا لو ابعادها لو اي حاجه. الكلام مش مفهوم عامه، بس المكنه نفسها او الكمبيوتر فاهمه. على اليمين ده الاكس ام ال فايل، نفس الاي اف سي فايل بس الاكستنشن بتاعه اكس ام ال. لما بتفتحه بتلاقي بالشكل ده، ده عباره عن لغه برمجه اكس ام ال، الناس البروجرامر فاهمينها كويس جدا، ولو عاوزين يعدلوا فيها هيعدلوا فيها. احنا كيوزر ما يهمناش لا ده ولا ده، احنا يهمنا ده. انت لما بتصدر الاي اف سي بتصدره كموديل بغض النظر بقى عن لغه البرمجه بتاعته شكلها ايه، لكن انا يهمني ان الموديل يكون كامل وكل الانفورميشن اللي فيه كلها موجوده. ده تشارت اسمه اي اف سي ماتوريتي، اللي هو نضوج الاي اف سي. بادئين من الاول خالص، من ساعه ما هو كان بيبي صغير لغايه ما يبقى بيضه ذهب في الاخر. ده عباره عن ايه؟ الاي اف سي كل مدى بيتطور، مش بيتطور، يتضخم. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي في الاي اف سي الاولاني بيخاطب كلاسز معينه او يعني فئه معينه، نفترض ان هي مجال الكونستراكشن. بعدين الموضوع بيزيد شويه، بيدخل مع الالكتروميكانيكال، بعدين بيزيد شويه بيدخل مع الالكتروميكانيكال بالتخصصات الاكبر شويه، وهكذا وهكذا وهكذا. هنا بيدخل معاه دومينز ثانيه. يعني ايه دومينز ثانيه؟ يعني مجالات ثانيه، يعني ديسيبلين ثانيه. بمعنى ايه؟ عندك مثلا مجال الطرق، مجال الكباري، مجال الانفاق، الناس دي كلها عندها سوفت وير الخاص بيها، لكن احنا كمعماريين او شغالين في مجال الكونستراكشن ما عندناش اي خلفيه عن السوفت وير دي. ولو احنا عاوزين نبعت لهم ملفات او عاوزين نسلم منهم ملفات ما عندناش الامكانيه دي، وهتبقى ولو في الامكانيه هتلاقيها امكانيه ضعيفه، وهتلاقي في الانفورميشن او الداتا كتير بتروح. فالاي اف سي كل يوم بيتطور، وكل يوم دومينز كتير جديده بتدخل جواه، بحيث ان هو بيتوسع، بحيث ان هو هيوصل لمرحله ان هو بيشتمل على كل شيء، كل منشا ايا كان المنشا ده ايه، نفق، كوبري، طرق، اي حاجه هتلاقيها شامله وكلها موجوده في اي اف سي واحده، في سكيما واحده كلها فيها كل الداتا، بحيث ان الدنيا كلها عندها قدره انها تتكلم نفس اللغه. انا دلوقتي لو شغال في مشروع تخطيط مدن، عندي عماره مثلا، بتعامل مع الناس بتوع الطرق، بتعامل مع الناس بتوع الكباري، مع الانفاق، مع اي حاجه، كلنا شغالين مع بعض على نفس أو عندنا بلاتفورم واحده ماشي، وكلنا بنتحرك عليها، بحيث ان هو يكون في كولابوريشن عالي، في انتر اوبرابيلتي عاليه ما بين كل الاطراف. ده مثلا شكل كده تخيلي للمكونات الاساسيه للاي اف سي فايل او الاي اف سي ستراكشر. الاي اف سي نفسه بيتكون من ايه؟ من ثلاث مكونات اساسيه. بيتكون من اول مكون اللي هو الاوبجكت، ثاني مكون البروبرتي اللي هي الصفات الخاصه بالاوبجكت، ثالث مكون الريليشن شيب. دلوقتي الاوبجكت ده مش طاير في الهواء، الاوبجكت ده ليه علاقه ما بينه وبين المكونات الثانيه، زي الشباك. الشباك مش شباك بس، لا، الشباك ده موجود في حيطه خلاص، والحيطه دي موجوده في دور، والدور ده موجود في مبنى. فكل اوبجكت ليه ريليشن شيب بينه وما بين الاوبجكت الثانيه. لما بيحصل تطور او تطوير في الاي اف سي، ايه اللي بيحصل؟
اللي بيحصل ان احنا بنبني على القديم. يعني مثلا في مجال او في الجزء الخاص بالاوبجكت انا بزود عليه، الجزء الخاص بالبروبرتي انا بزود عليها، الجزء الخاص بالريليشن شيب بزود عليها، لكن ما بغيرش الكور، كله ثابت. ده برضو شكل توضيحي بيوضح او بيحاول يبسط فكره الاي اف سي. الاي اف سي ده نفترض او الاستراكشر او السكيما بتاعت الاي اف سي عباره عن ايه؟ نفترض ان احنا عندنا وحده ادراج ضخمه جدا، خلاص كل درج بيمثل كلاس معين، خلاص، او انتيتي معينه، او بلغه الريبت فاميلي معينه. الدرج ده بتاع الدورز، بتاع الابواب، مكون من ايه او متكون من ايه؟ متكون من اوبجكت الجيومتري، متكون من البروبرتيز بتاعه الايه الاوبجكت، متكون من ريليشن شيب مع ايه؟ مع الوول. الوول ده درج تاني، الدرج تاني ده برضو متكون من ثلاث ايه الاقسام دول، خلاص. لو هنتكلم على الاي اف سي سكيما هتلاقي في الاساس بتاعها او الروت بتاعها حاجه اسمها اي اف سي روت. اي اف سي روت دي متفرع منها ثلاث حاجات، اي اف سي بروبرتي، اي اف سي ريليشن شيب، اي اف سي اوبجكت ديفينيشن. لو شفنا الاوبجكت هو ايه؟ جنراليزيشن اوف اني ثينج اور ايتم. الريليشن شيب ار ذا جنراليزيشن اوف اول ريليشن شيب امونج ثينجز، وهكذا. والبروبرتيز اللي هي الصفات الخاصه او الكاركترستكس الخاصه بالايه بالايتم نفسه. دلوقتي ده عباره عن شكل بيوضح الايه يعني مخطط كده هيكلي للسكيما بتاعه الاي اف سي، خلاص. كل يعني دايره او مربع من دول تحت منهم انتيتيز او كلاسز خاصه او ليها علاقه بيها، فهي فيها عباره عن لايرز. اول لاير اللي فوق الدومين، تاني لاير اللي هو الانتر اوبرابيلتي لاير، ثالث لاير اللي هي كور لاير، رابع لاير اللي هي الريسورس لاير. هنمسك لاير لاير ونتكلم عليها. اللاير الاولانيه اللي هي الدومين، دي اللاير الاساسيه اللي هي فيها الديسيبلين اللي داخل عليك. يعني في عندك دلوقتي الاي اف سي بيتكلم مع مين؟ بيتكلم مع الاتش باك، كل حاجه خاصه بالاتش باك، او البيلدينج كنترول كنترول دومين، او البلامينج فاير بروتكشن دومين، او الكتريكال دومين، وهكذا. كل دي دومينز، وكل مدى الدومينز بتكتر. يعني في هنا دومينز بتاع انفراستراكشر بتضاف، بتاعه الطرق، بتاعه الكباري، بتاعه الانفاق، كل دومين تدخل معاك في الاي اف سي بالايه؟ بالانتيتيز بتاعتها، بالكلاسز بتاعتها، بالصفات بتاعتها، وتحط في الايه؟ في الهيكل الاساسي بتاع الاي اف سي، بحيث ان كل الناس بيكون عندهم قاعده مشتركه، بحيث ان احنا كلنا ايه؟ نعرف نتكلم مع بعض في نفس اللغه. فكل دايره من دول تحت منها انتيتيز، وكل انتيتي او كل كلاس او كل فاميلي من الحاجات دي كلها ليها علاقه مثلا بالجزء بتاعها وما لهاش علاقه بالباقي. يعني مثلا الاستراكشر اناليسز هتلاقي تحتيها الحاجات الخاصه بالاستراكشر اناليسز بس، ما لهاش علاقه باي حاجه تاني. دي لاير تانيه اسمها انتر اوبرابيلتي لاير، دي عباره عن لاير برضو كل المستطيل من دول تحتيه انتيتيز برضو كتير، بس الانتيتيز دي اوكي هي خاصه. مثلا في انتيتيز بتاع شيرد اليمنت او شيرد بيلدينج اليمنتس، اوكي هي خاصه بالبيلدينج اليمنتس، لكنها في نفس الوقت بتندرج او تندرج تحت مثلا الدومين. يعني هي في نفس الوقت تحت هي عباره عن شيرد، يعني هي سبيشاليزد من جزء مثلا خاص بالشيرد بيلدينج، زي مثلا الباب، الشباك. الشباك او الباب ده عباره عن انتيتي، عباره عن كلاس، عباره عن فاميلي، موجوده فين؟ موجوده في الشيرد بيلدينج اليمنتس، موجوده هنا، وفي نفس الوقت موجوده فين؟ موجوده في البيلدينج، مثلا بيلدينج كنترول دومين مثلا، هتلاقيها موجودة في الاثنين. ده اللي هي ما يسمى الكور لاير. الكور لاير ده برضه عبارة عن انتيتيز تحت كل مربع او كل او تحت كل مثلث من دول، لكن الانتيتيز دي نوعا ما ايه يعني عامة، مش خاصة. يعني مثلا بنتكلم مثلا على ايه؟ اوبجكت، ما بنتكلمش على باب ولا شباك ولا مثلا مكتب ولا اي حاجه، لا بنتكلم على اوبجكت. الاوبجكت ده بيندرج تحتيه حاجات كتير، فدي نوعا ما عامه.
اللي هو layer resources. layers او الانتيتيز اللي بتعرف layers التانية موجود هنا. start date و end date والكلام ده فين؟ الكلام ده كله موجود هنا. عندي شباك لي material، فين الماتيريال؟ فين الانتيتي بتاعت الماتيريال؟ موجودة فين؟ موجودة في layer. معلش هو الموضوع نوعا ما يعني ايه ممل شوية، بس مطلوب ان احنا نفهم علشان بعد كده هنشوف ليه مطلوب ان احنا نفهم. دلوقتي هنشوف او هنشرح فكرة التقسيمة في الايه في الاي اف سي نفسه. افترض ان انت عندك فيك المركبة ايه مثلا، عربية، طيارة، مركب، اي شيء، اي شيء بتحرك، اي وسيلة مواصلات، ده كله بيندرج تحت الفيكل. لو انت عملت سبيشاليزيشن للفيكل، خدت منها جزء هاخد منها الكار مثلا، يبقى ده عبارة عن جزء من ده. خلاص الكار نفسها فيها ايه؟ فيها انواع. من ضمن الانواع ايه؟ مثلا ستيشن واجن، دي عبارة عن نوع من انواع الكارز نفسها. فالاي اف سي متصنف بنفس الشكل، حاجة كبيرة متفرعة او متخصص منها حاجة اصغر، متخصص منها حاجه اصغر. الفايكل دي ليها ايه؟ ليها بروبرتيز زي الويت، كلر. الكار دي ايه؟ ليه براند، مرسيدس، تويوتا، ان كان. الستيشن واجن عباره عن برضو ليها بروبرتيز خاصه بيها. البروبرتيز اللي هي خاصه بالستيشن واجن بتورث او بتاخد البروبرتيز بتاعت الكار، وفي نفس الوقت انهيرت برضو الايه؟ البروبرتيز بتاعت الفايكل، بحيث ان انت اي حاجه في الاستيشن واجن اللي هي الجزء الاليمنتس الاخير اللي انت بتتكلم فيه ده عنده كل البروبرتيز بتاعت ايه؟ بتاعت اللي فوق منه. لو انت هنعمل الكلام ده على الاي اف سي فعلا، هنتكلم هنا مثلا لو انت عندك حيطه، فالحيطه دي لو انت مصنفه فين؟ مصنفه اي اف سي وول ستاندرد كيس، دي عباره عن سبيشاليزيشن منين؟ من اي اف سي وول. دي سبيشاليزيشن منين؟ من اي اف سي بيلدينج، وهكذا. اليمنت، برودكت، اوبجكت، اوبجكت ديفينيشن، اي اف سي روت، كل الكلام ده كله لازم في الاخر يوصل لايه؟ اي اف سي روت. ده الاساس اللي عمال انت كل شويه تخصص منه جزء، تخصص منه جزء، لغايه ما توصل للاليمنت اللي انت ايه؟ اللي انت بتتكلم عليه. نفس الشكل اللي فات، بس هنشوف هو موجود تحت اي لاير من اللاير اللي احنا شفناه قبل كده. هتلاقي الجزء اللي تحت ده موجود في اللاير اللي هي اي اف سي شيرد بيلدينج اليمنتس، ده موجود في اللاير اللي هي اي اف سي برودكشن اكستنشن اللي هي فوق الكورة على طول. هنا الـ IFC كيرنل اللي هو النواة بتاعت الايه؟ بتاعت الـ IFC سكيما. دي البروبرتيز بتاعتها. فانت عندك هنا الـ IFC روت ليها بروبرتيز، الـ IFC Object Definition ليها بروبرتيز، وهكذا لغاية ما توصل لغاية كناهم. IFC Wall، IFC Window. IFC Wall المفروض انها تاخد كل البروبرتيز بتاعت الايه؟ اللي فوق منها. اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على الـ Object واتكلمنا على الـ Properties. طب نتكلم على ريليشن شيب اللي هو الجزء الثالث الخاص بالايه؟ بالاي اف سي. انت دلوقتي عندك الاوبجكت بتاعك اهو. الاوبجكت ده ليه ريسورسز، ليه حاجات خاصه بيه، ليه ماتيريال، ليه مثلا لو بروسيس ولا حاجه، ليه مثلا ستارت ديت، فينيش ديت، ليه كوست. الكلام ده كله موجود هنا؟ لا، موجود في سكيما ثانيه او موجود في انتيتي ثانيه. الانتيتي دي مربوطه بده عن طريق انتيتيز اللي هي اسمها relationship associate materials او ايا كان، بتكون انت بتلاقيها على طول اولها ار اي ال اللي هي relationship. احنا كده خلصنا موضوع الاي اف سي عامه. معلش هو الموضوع ممل جدا ويعني نظري جدا بس مهم. دلوقتي ممكن واحد يقول لي طب انا دلوقتي انا ما استفدتش حاجه من الكلام ده كله. ليه؟ عشان الاي اف سي ده كله عباره عن انت بتتكلم على سكيما وبتتكلم على معرفش ماتيريال وبتتكلم على الكلام ده كله. انا بالنسبه لي يوزر، انا بالنسبه لي شغال على الريفت، كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هدخل في الريفت، هعمل اكسبورت للاي اف سي، يطلع زي ما يطلع خلاص. هم بيتصرفوا، انا الجماعه بتوع اوتوديسك والجماعه بتوع بيلدينج سمارت هم بيتصرفوا. لكن انا بالنسبه لي انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا بصدر الاي اف سي. فهل تصدير الاي اف سي سهل بالشكل ده؟ هل هو فعلا مجرد ان انا بعمل سيف از او بعمل اكسبورت؟ بص نشوف مع بعض كده. دلوقتي بالنسبه للاوتو ديسك او الريفت، لو هنتكلم على الاي اف سي بنصدره منين؟
قائمة ريفيت اكسبورت اي اف سي، بيطلع لنا القائمة دي، دي قائمة التصدير بتاعة الايه الاي اف سي. لو احنا دوسنا كليك على موديفاي سيت اب هيطلع لنا قائمة تانية، القائمة التانية دي ممكن تتفرع، يعني القائمة دي عبارة عن كل قائمة الفرعية دي، كل قائمة ليها فيها بارامترز، فأنت المفروض إنك تفهم البارامتر دول علشان الموضوع مش مجرد إنك تدوس هنا زرار إيه الآي إف سي يتحول لك، لأ في كونفجريشن كتير، في بارامتر كتير لازم تفهمها أو تفهم على الأقل الخطوط العريضة بتاعتها علشان تعرف تصدر الآي إف سي كويس. وعلشان نفهم الكلام ده كله كان لازم نقول الايه المقدمه اللي احنا قلناها عن الاي اف سي سكيما. دلوقتي احنا عاوزين نتحكم او هنتكلم على ازاي ان احنا نتحكم في الاكسبورت. اول جزء ده اللي هو الام في دي ده هنتكلم عليه كمان 5 دقايق. ندخل في النقطه الثانيه. النقطه الثانيه دي احنا عاوزين نتحكم في عمليه المابينج. ايه المابينج؟ اللي هي الربط. عايز اربط مكونات الموديل بتاعي الريفت فايل بتاعي او الاركات فايل المكونات بتاعته بالمكان بتاعها المخصص في الاي اف سي. زي ما احنا اتفقنا ان الاي اف سي ده عباره عن سكيما ضخمه، عباره عن دولاب ضخم، وحده ادراك ضخمه، كل درج بيمثل ايه؟ بيمثل ايتم معين، بيمثل فاميلي معينه، بيمثل كلاس معين. فانا عايز الباب بتاعي يروح على طول للايه؟ للدرج بتاع الباب. عايز الكيرتن وول اللي عندي يروح على طول للايه؟ للدرج بتاع الكيرتن وول، يروح ويقعد جواه. فانا ده المابنج، ان انا بعمل عمليه ربط ما بين البروبرتيز بتاعتي، الانفورميشن بتاعتي الموجوده في الريفت او موجوده في النيتف سوفت وير بتاعي، اربطه بين بايه؟ بالاي اف سي سكيما، بمكونات السكيما نفسها. خلاص ده الهدف. لو انا ما عملتش الكلام ده كله او انا عملت اي اف سي اكسبورت انتر وخلاص، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في انفورميشن كتير ممكن ما تروحش، ماشي، او انفورميشن او في انفورميشن بتروح ناقصه، او في انفورميشن بتروح غلط. مثلا على سبيل المثال انا دلوقتي شغال ريفت، برسم فورس سيلينج. خلاص انا عشان ارسم الفورس سيلينج برسمه بامر كيرتن وول، اسهلي لانه عباره عن ترابيه كده اهو، وحدد ده عباره عن مثلا الومنيوم، ده وحده اضاءه، ده كذا، فبرسمه بامر ايه؟ كيرتن وول. لو انا صدرت اي اف سي ودوست انتر وعلى طول اكسبورت، هيروح لي في الاي اف سي ايه؟ هيروح لي او هيروح متعرف ان هو ايه؟ كيرتن وول. جماعه بقى بتوع الكوست، جماعة بتوع التايم، الجماعة بتوع مثلا الكوانت سيرفير، هياخد الكلام ده كله يشتغل، فيجي يطلع كميات او يحسب لك الكيرتن وول او يحسب لك الفورس سيلينج على انه كيرتن وول. طبعا الكلام ده غلط تماما. فانت دلوقتي نتيجة ان انت مش عارف، فانت لما انت جيت حولت الملف عمياني من الاي اف سي من الريفت للاي اف سي، حولت الدنيا كلها غلط. وفي نفس الوقت برضو انت دلوقتي طول ما انت شغال عمال تعمل بارامتر لكذا، للكوست، بارامتر لهنا، بارامتر لهنا، بارامتر لهنا. طب ماشي، البارامتر دي انت عارف هي هتروح فين؟ هل انت واثق انها هتروح مكانها؟ هل هي مثلا هتدخل تفتش في الاي اف سي سكيما تعرف مكانها فين؟ لا، انت لازم تمسكها بايديها من ايدها كده اهو، تحطها هناك، انت رايحه هناك، بحيث ان كل بارامتر رايحه لمكانها. لما تروح لمكانها وانت صدرت ملف اي اف سي، الاي اف سي ده فايل ممكن يروح لاي ديسيبلين تاني يعرف يعمل عليه اي اناليسيس، سواء كوست، سواء تايم، سواء كوانت سيرفي، اي شيء. فالمهم احنا هنتكلم على كذا حاجه، اللي هي مثلا كلاس مابينج، لاير مابينج، كلاسيفيكيشن اساينمنت، داتا مابينج. هنتكلم عليهم كل واحده نوعا ما اكثر تفصيلا. يعني كلاس مابينج، انت عندك الشكل ده عباره عن ايه؟ هنا مثلا نفترض ده شباك، ده باب، الاثنين لهم نفس الشكل. خلاص انت شايفهم نفس الشكل، لكن انت لما تيجي تصدرهم، واحد هيصدر لك دور، واحد هيصدر لك ويندو، انت شايفهم في الريفت نفس الشكل، لكن هم راحوا لك مختلفين، راحوا لك مصنفين تصنيف مختلف، ماشي. فبالتالي اي حاجه انت بتعملها هتبقى مش دقيقه نتيجه ان التصنيف نفسه مختلف. الاي اف سي الكلاس مابينج ده مهم جدا
يعني انت عندك ال في عندك مثلا مين فاميليز في الريفت دي ما فيش فيها مشكله، اوريدي متصنفه على قدر عالي من الدقه. لكن لو احنا بنتكلم مثلا على الام اي بي ديفايسز، الام اي بي هتلاقي او اكويبمنت هتلاقيها نفسها مش متصنفه نفس التصنيف الجامد بتاع الايه بتاع العناصر المعماريه. فهتلاقي مثلا انت مثلا بتعمل مثلا نفترض بتعمل بويلر، خلاص ما فيش فاميليز بويلر في الريفت. انت ممكن تعمل فاميلي بس هو ده تحت ايه؟ متصنف تحت ايه؟ متصنف تحت حاجه اسمها مثلا ميكانيكال اكويبمنت، ملهاش حاجه. طب البويلر ده اللي انا عامله في الريفت هيروح ازاي؟ وقيس على كده حاجات كتير بقى. عايز تعمل مثلا نفترض بويلر، اعمل فان، اعمل سبيس هيتر، كل الحاجات دي كلها ليها مكان في الاي اف سي لكن ملهاش مكان في الريفت. في الريفت انت ممكن تعمل فاميلي تسميه بويلر، ممكن تعمل فاميلي تسميه فان، ممكن تعمل فاميلي تسميه سبيس هيتر، لكن هل الفاميلي ده عارف مكانه هناك؟ مش عارف مكانه. فبالتالي انت لازم تعمل ايه؟ كلاس مابنج، لازم تمسكه من ايده كده وتعرفه انت هتروح هناك وانت هتروح هناك وهكذا. انا بقى عشان اعرف فين هناك دي لازم كنا اتكلمنا على ايه؟ على الاي اف سي سكيما عشان نعرف هي عباره عن ايه. في الريفت نفسه لو انت جيت في القائمه بتاعت ريفت في الاوبشنز في الاي اف سي اوبشنز بيطلع لك الايه الويندو دي عباره عن ايه؟ ثلاثه كولوم. اول كولوم الريفت كاتيجوريز اللي هو قول فاميلي مثلا، قدامه المكافئ ليه اي اف سي كلاس نيم، ده الكلاس او الانتيتي الموجود فين في الاي اف سي سكيما. يعني على سبيل المثال هنا الالكتريكال فيكسرز قدامها الكلاس ده، الاليفيشن ده ما فيش حاجه قدامه وهكذا، الدكت لايننج ده تحتيه اي اف سي كفرنج وهكذا. يعني اي حاجه مرسومه بالفاميلي دي هتروح تلقائي هنا. طب انت دلوقتي نفترض ان انت اشتغلت مثلا ايه اللي هي الميكانيكال اكويبمنت، رسمت انت الايه الجزء بتاع البويلر ده خلاص، عايز تحوله، هيتحول هناك نتيجة ان هو مش متصنف، هيتحول في حاجة اسمها building elements proxy، ده اللي هي عبارة عن entity خاصة بالحاجات اللي مش مصنفة. فهتروح هناك، فانا هعمل ايه؟ الحل ان انا اعمل ما يسمى او بعمل بارامتر موجود في الريفت بعرف فيه ان الاليمنت ده او الفاميلي دي بتروح للاي اف سي 5 ده. ايه الاثنين بارامتر دول؟ اول واحد اسمه اي اف سي اكسبورت از واي اف سي اكسبورت تايب. اي اف سي اكسبورت از ده اللي هو الانتيتي نفسه او الكلاس نفسه، بحطه ناحيه دي واكتب قدامه الاي اف سي مثلا يونيتري اكويبمنت تايب. معنى كده ان الاليمنت ده او الفاميلي دي هتروح فين؟ هتروح للكلاس اللي اسمه اي اف سي يونيتري اكويبمنت تايب. نوعه ايه؟ انت عندك في حاجه اسمها في عندك كلاس او عندك انتي تحتها انواع، عندك باب تحتها انواع، في باب حديد، باب خشب، باب كذا كذا كذا، فعندك في تايبس، التايبس دي عباره عن جزء من ده. طب عرفنا له كلاس، هنعرف بقى التايب بتاعه ازاي؟ نفس الكلام هنكتب له ده. طب هكتب ده بناء على ايه؟ بناء على الاي اف سي سكيما. يعني الاي اف سي سكيما لما انت تدخل فيها في الانتي ده ودوست عليها هتلاقي تحتيه التايبس دي، فلما تلاقي التايبس ده هتلاقيها هتاخدها زي ما هي من هناك تكتبها الناحيه دي. كده خلصنا كلاس مابينج. الكلام ده نظري بس هنتكلم دلوقتي او هنحوله عملي، يعني هنفتح الريفت فايل هنشوف احنا بنعمل زي مابينج للايه؟ لايف سي. فما تقلقوش الكلام ده كله هنرجع له تاني. اللاير مابينج ده عباره عن ايه؟ انت عندك الريفت ما فيش حاجه اسمها لاير، ما بيعترفش حاجه اسمها لاير، عنده فاميليز. في برامج تانيه فيها لاير زي مثلا الارك كاد زي التكله فيها لايرز. فانا ممكن تسهيلا للموضوع ان انا ممكن اعمل لايرز جوه او بعرف الاليمنت ان هو موجود تحت اللاير ده علشان لما يروح في الاي اف سي يروح تحت اللاير دي. انت عندك في زي ايه؟ في ديفولت، يعني انت عندك مثلا الكيرتن وول مثلا اللاير بتاعته هي دي، فيروح هناك يروح لللاير دي. بس انا عندي طريقه ثانيه ان انا ممكن اعرف اللاير، يعني ما اقول له مثلا الابواب كلها تحت اللاير ده،
الشبابيك كلها تحت اللاير ده عن طريق ملف تكست ماشي مكتوب بطريقه معينه بتعرف فيها او بعرف فيها ان الايتمز دي ان الفاميلي دي موجوده تحت اللاير دي واحطها واعمل لها او بعمل لينك ليها مع الملف اللي هو بتاع الريفت بحيث ان هو على طول في حاجه اسمها في بروبرتي سيت اسمها كلاسيفيكيشن خلاص بروح عند الايتم نفسه بقول له الايتم ده هيروح للكلاسيفيكيشن ده او للجزئيه دي. الملف ده عباره عن ايه؟ حاجه اسمها تاب ديليميتد تكست فايل. ده عباره عن ملف او عباره عن زي تقول جدول اكسل بس اكستنشن بتاعه تكست. ممكن تفتحه انت بالايه؟ ممكن تفتحه بالاكسل وتعدل فيه، يعني مثلا الفرنتشر متصنف هنا، الفرنتشر سيستم متصنف ده، الفلورز متصنف ده، بحيث ان يكون سهل الايه؟ سهل التعديل، وتسيبه تكست وبعدين تروح الريفت تعمل له لينك وهكذا. اي حاجه فلورز هتروح الايه التصنيف ده، اي حاجه فرنتشر هتروح اللاير دي وهكذا. هل في حاجه ثانيه ممكن يعني نستعيد بيها على اللي فات؟ في عندك حاجه اسمها اي اف سي برزنتيشن لاير، ده عباره عن بارامتر انت ممكن تضيفه، لو ضفته وحاطط قدامه التصنيف ده او اللاير دي بيروح فين؟ في الريفت هتلاقي اللاير قدامها نفس الايه؟ نفس التكست بتاع ده. يعني ده هو ده. لما انا كتبت البارامتر دي لما راحت الاي اف سي فهم ان البارامتر ده خاص باللاير، فيروح عند اللاير يكتب اللي هي الديسكريبشن هنا يكتبه هنا. فبالتالي انا عملت ايه مابينج ما بين ده وده عن طريق ايه؟ عن طريق الايه؟ عن طريق البارامتر ده. خلصنا لاير مابينج. في عندنا حاجه اسمها داتا مابينج. داتا مابينج ده عباره عن ايه؟ نفس يعني انت عندك كل حاجه، كل ايتم ليه بروبرتيز، الباب ليه بروبرتيز، الشباك ليه بروبرتيز، الحيطه نفس الكلام. فانا يهمني ان الحاجات دي ما تروحش هناك في الاي اف سي متبعثره كده يمين وشمال، لا انا عايز اجمعها، عايز احطها تحت ست معينه، تحت بروبرتي ست معينه في مكانها في مكان محدد. يعني هنا مثلا على سبيل المثال عندك هنا نفترض الريفت فايل وهنا الاي اف سي، كل دي البروبرتيز بتاعتنا. فانا يهمني جدا ان البروبرتيز دي تروح لمكانها، اللي هنا يروح لمكان وهكذا. يعني كل ايتم من ده، يعني مثلا ده ايه؟ فلور كفرنج. جاي من فلور كفرنج، جاي من مثلا اللي هو الفلور فينش. الفلور فينش ده هنا، الايتم ده لما صدره يعرف ان هو فين، يعرف ان هو هناك وهكذا. دي فائده الايه؟ داتا مابينج. الداتا مابينج بتتعمل ازاي؟ بمنتهى البساطه انت عندك في حاجات اساسيه، في عندك الاي اف سي بارامتر ده ان هو ده الحاجات الاساسيه انا بكتبها زي ما هي، بس بعمل بارامتر بنفس الاسم بس بكتب قبليه اي اف سي. فبالتالي بالطريقه دي بعمل اوفرايد للايه؟ للبروبرتيز دي بحيث ان انا اتحكم ان دي رايحه هناك. دي طريقه ثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ لو انت عندك في الاي اف سي نفسه، لو دخلت في الاي اف سي نفسه هتروح مثلا على الدورز، على الابواب، على الشبابيك، على اي حاجه، هتلاقي في بروبرتي سيت خاص بيها. انت لو انت عملت بارامتر بنفس البروبرتي سيت دي في الريفت فايل هيفهمها على طول انها خاصه بالايه؟ بالبي سيت. فلو انت مثلا عملت باب، الباب ده عملت له مثلا فاير ريتنج 60 دقيقه، عملت بارامتر اسمه فاير ريتنج فين؟ في الريفت فايل وصدرته، هتلاقي الصفه دي او البروبرتي دي راحت فين؟ راحت تلقائيا للبي سيت دور كومن تحت الفاير ريتنج وكتبتها. دي حاجه ثانيه بخصوص الايه؟ ده ايه هي الانفورميشن او ايه هي الداتا اللي احنا هننقلها؟ القائمه دي هتطلع لنا في الريفت. في عندك في البروبرتي اللي احنا بنصدرها، في عندك حاجه اسمها اكسبورت اي اف سي كومن بروبرتي سيت، في عندك حاجه اسمها اكسبورت ريفت بروبرتي سيت. لو انا اخترت الاولانيه، لو انا عملت صح هنا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الاي اف سي فايل بتاعي هيكون مليان كل الانفورميشن او كل الداتا بتاعتي الموجوده في الموديل في الريفت فايل كلها هتيجي فين؟ هتروح في الاي اف سي. فهيطلع لي ايه؟ هيطلع لي هنا عدد لا نهائي من البروبرتي سيت فوق لكل الايتمز.
طبعا الكلام ده كله مشوش للايه، للي بيقرا الفايل، وفي نفس الوقت بيستهلك مساحه او بيستهلك حجم للفايل، فهتلاقي الفايل بيتضاعف نتيجه ان هو مليان انفورميشن انا مش محتاجها اصلا. انا بس انا بصدر نتيجه اني مش فاهم، بعمل بقول له بصدر كل، هات لي كل البروبرتيز بتاعت الريفت فايل، بصدرها لي كلها. الحل ان انا الغي الصح فوق غالبا يعني، واعمل اكسبورت اي اف سي كومن بروبرتي. فبالطريقه دي انا بصدر بس البروبرتي الخاصه بالاي اف سي. طبعا انا بعمل كده نتيجه ان انا نوعا ما فاهم الاي اف سي، فبالتالي بعرف اختار فين البروبرتي اللي طالعه وايه البروبرتي اللي مش هتطلع. هنا الداتا مابينج برضو، هنا بنتكلم على البروبرتي سيت اللي فوق. كل حاجه من فوق من دي اسمها بروبرتي سيت، عباره عن سيت او مجموعه خاصه بمجموعه من الصفات. ده خاص بالايدنتيفيكيشن، ده خاص باللوكيشن، ده خاص بالكوانتيتيز. كل حاجه من دي ليها بعض الصفات. الصفات دي كلها انا بتحكم فيها، بتحكم يعني ممكن انا مثلا كمكتب او كمقاول او كاي طرف من اطراف المشروع بعمل بروبرتي سيت خاصه بيا، بحيث ان الاي اف سي بتاعي لما انا اجي اصدره منين؟ من الريفت فايل او النيتف سوفت وير بتاعي، بيروح على طول تلقائي لين للجزء بتاعه. هنا طريقه بتوضح ان في فايلات تكست انا بحطها او بجيبها جاهزه. الفايلات تكست دي هي اللي بايه؟ هي اللي بتعمل جنريشن للبروبرتي سيت دي، وهي اللي بتصنف. يعني انا بعملها بطريقه معينه بحيث ان اقول له ان انت عامل لي بروبرتي سيت اسمها كذا، والبروبرتي سيت دي تحتيها الانفورميشن او الداتا 1 2 3 4. ده شكل الفايل وده شرح مكوناته. هنا نفس الكلام برضو الداتا مابنج، هنا الانفورميشن الخاصه بالشباك. هنا ده في اللي على اليمين ده الريفت، اللي على الشمال ده اللي هو الايه الاي اف سي فايل. في حاجه رابعه واخيره اللي هي في بالنسبه للمابنج، اللي هي الكلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن انت بتصنف الايه، بتصنف الايتم بتاعتك. كل ايتم ليها تصنيف، فبمنتهى البساطه انا بعمل بروبرتيز او بعمل سوري بعمل بارامتر خاصه بالكلاسيفيكيشن وبكتب قدامها. ده البارامتر بتكون مكتوب بالشكل ده، كلاسيفيكيشن كود كذا، كلاسيفيكيشن كود 2 وهكذا. فبيطلع لي البارامتر دي او البروبرتيز دي لما بصدرها بتروح على البروبرتي سيت اللي اسمها كلاسيفيكيشن، بيتحط فيها الكلام ده. كده خلصنا الاي اف سي. ندخل معلش هعمل بس تمرين صغير في الريفت، احاول اشرح فيه اللي انا عملته ده. نفترض ده عندنا الريفت ايه، البرنامج بتاع الريفت نفسه. مثلا نقول عاوزين مثلا نرسم بويلر، خلاص هنيجي هنا في البويلر في السيستم، هنيجي هنا ثانية واحدة اشوف بس القوائم دي، في الميكانيكال اكويبمنت يس، مثلا ميكانيكال ام اي بي مثلا ووتر بويلر مثلا ده. ده بويلر معين خلاص. ده متصنف هنا ايه؟ متصنف ان هو ميكانيكال اكويبمنت خلاص. لو انا جيت هنا في فايل ورحت هنا في اكسبورت وجينا هنا تحت فين في الاوبشنز، وجيت هنا في الاي اف سي اوبشنز، دورت على الميكانيكال اكويبمنت. انت عندك هنا اللي على الشمال ده الريفت فاميلي او الريفت كاتيجوري، هنا الاي اف سي كلاس نيم، هنا الاي اف سي تايب. لو شفنا الريفت كاتيجوري هندور على الميكانيكال اكويبمنت. الميكانيكال اكويبمنت مصنفه اي اف سي بيلدينج ايليمنت بروكسي، ده تصنيف
مش واضح نتيجة إن مفيش حاجة اسمها equipment أو mechanical equipment موجودة هناك في الـ IFC، فهو مصنفها IFC Building Element Proxy اللي هي تصنيف عام أو مش مصنفة أصلاً. نفترض إن إحنا رسمنا الكلام ده كله وهنصدر، هنعمل IFC Export IFC، خلاص إحنا قلنا إيه، هنصدر من غير ما نفهم إيه اللي بيحصل. هنيجي هنا مثلاً Session، أو بلاش، هنا هنفتح نيو فولدر هنا مثلا وهنسميه مثلا بويلر underscore 1 سيف، خلاص اكسبورت. هنروح فين؟ هنروح دلوقتي اللي مثلا اللي هو السوليبري عشان نفتح الملف ده ونشوفه عبارة عن شكله ايه. اوبن موديل، هنفتح في الديسكتوب بيم ريفيا، فتحنا ده ده الـ IFC فايل، اعمل كليك فين التصنيف OCNC Building Element Proxy IFC Type Building Element Proxy، ماليش تصنيف. فانا عايز اصنف اعمل ايه؟ هنروح الـ IFC Schema نفسها ونشوف هل في هناك حاجة اسمها بويلر ولا مفيش، وهل لو في بويلر هل لي تصنيف ولا ملوش تصنيف. فنروح فين؟ نروح على ال هنا اللي هو ده تبريكيت مثلا، ده هندور على الـ IFC Schema مثلا Schema. IFC Schema احنا بنتكلم على IFC 2.3 او 2-2x3 اللي هو فين، اللي هو ده Official، هو ده خلاص. احنا دلوقتي جوه السكيما بتاعت الـ IFC 2x3 خلاص. هندخل هنا في الـ Alphabetical Entities، هندور على Boiler Control Find Boiler، اهو في هنا انتيتي اسمها اي اف سي بويلر خلاص. اي اف سي بويلر هناخد الاي اف سي بويلر ده كاسم كوبي، ونروح فين؟ نروح في الريد، هنعمل بارامتر خاصه بال اللي هي التصنيف اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. البارامتر اللي هي فين؟ بعمل هنا مانج فين 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 مانج، بعمل بروجكت بارامتر، بعمل بارامتر جديد، بسامي البارامتر مثلا اللي هو IFC Export As، ده زي ما احنا كنا جايبينه في السلايدز IFC Export As خلاص. ده هخليه طيب، هخليه تكست، هحطه في قائمة IFC Parameter، هطبقه على كل الاليمنتس اللي عندي IFC Export As خلاص. اوكي هنحط واحد تاني اسمه IFC Property Type، IFC Property أو IFC Property Type. أنا عاوز أشوف برضو هنا Property Type، عاوزين نشوف هنا كان اسمه إيه. IFC export type. IFC export type. export type. ماشي؟ هخليه هنا type وهخليه text
وهخليه فين؟ وهخليه رايح مثلا في القائمه بتاعه اي اف سي بارامتر، وهطبقه على كل الايه، على كل الانتيتيز اللي عندي، واخليه نو تايب. خلاص اوكي. لو انا اخترت ده دلوقتي، جيت هنا هتبص تحت هلاقيه موجود هناك، التو بارامترز دول موجودين هنا. احنا لما جينا من هنا عرفنا البويلر ده، او عرفنا البويلر ده موجود فين في الفاميلي دي، فهناخد كوبي ده هنحطه فين؟ هنحطه هنا اي اف سي اكسبورت اس، هنحطه الناحيه دي. خلاص ماشي. طب التايب بتاعه عباره عن ايه؟ لو انا نزلت هنا ودورت هنا هلاقي حاجه هنا اسمها اي اف سي بويلر، اللي هي انوميريشن، اللي هو ده. دي التايبس المختلفه. نفترض ان التايب بتاع البويلر ده ووتر، كنترول سي هنا خليه هنا اهو، كنترول في ووتر. خلاص اوكي. هعمل اكسبورت تاني في الريفت في الاي اف سي براوز، هنا هسميه بويلر 2. بويلر 2 سيف اكسبورت. خلاص هنروح هنا فين؟ في السوليبري، هنفتحه هناك. بفتح نسخة تانية بالبرنامج عشان افتح الاثنين جنب بعض واوريكم الفرق. اوبن موديل. هنا هنفتح ده، ماشي. اختار ده. بص هنا اول حاجة هتصنيفه ايه؟ بويلر. هنا تصنيفه ايه؟ اوبجكت. انزل تحت هتلاقي اي اف سي تايب ايه، عباره عن اي اف سي بويلر تايب. هنا اي اف سي تايب ايه؟ بروكسي. التايب بتاعه ايه؟ ووتر. هنا التايب بتاعه ايه؟ ملوش وود اصلا. فبالتالي قيس على كده بقى كل الاليمنت اللي عندك، كل الكلاسز اللي عندك. انت عند دلوقتي عندك قدره ان انت تحدد الكلاس اللي هيروح فيه الايتم بتاعك. عندك ايتمز موجوده عندك في الريفت فايل او في النيتف فايل، فانت عندك تحكم تام ان انت ده هيروح هناك، ده هيروح هناك، وهكذا. في حاجه مثلا اكسبورت اي اف سي موديفاي سيت اب، جينا هنا مثلا، هنا لو انت شفت هنا بقول لك اكسبورت سكادول از بروبرتي سيت. انا دلوقتي ممكن اعمل سكادول، والسكادول ده بخليه كبروبرتي سيت هناك. نشوف نعمله ازاي. هنا هعمل صح هنا، بس هنا في حاجه يقول لك اكسبورت اونلي سكادول كونتيننج اي اف سي بي سيت كومن ان ذا تايتل. هيعمل، هيصدر بس الجداول اللي فيها الالفاظ دي في التايتل. فاحنا مش هنصدر دلوقتي، بس هنعمل جدول الاول. الجدول بيتعمل منين؟ بيتعمل من فيو سكادول من هنا. هعمل جدول مالتي كاتيجوري. اوكي هعمله، احط فيه كل الكلام ده، مش هتفرق معايا. دي البارامتر. خلاص اوكي ده الجدول بتاعي، بس الجدول ده اسمه كده، احنا قلنا هو عايز ايه؟ عايز جدول يكون موجود فيه اسم معين. نبص عليه، هو اسمه بي ست تقريبا. المهم لو عملت رينيم، حطيت بي ست خلاص اندرسكور مثلا بيميوريبيا مثلا، خلاص يبقى الجدول ده اسمه ايه؟ بي ست اندرسكور بيميوريبيا. هنرجع تاني، هنحاول او هنصدر الكلام ده اكسبورت اي اف سي. هنروح هنا في الموديفاي، هنيجي هنا في البروبرتي سيت، هنعمل ده وندوس ده اكسبورت اونلي سكيدول كونتيننج اي اف سي بي سيت اور كومن ان ذا تايتل. خلاص اوكي. هنسميه ايه مثلا؟ بويلر 3 مثلا، بويلر 3 سيف. هنروح فين؟ السوليبري ده فايل. اول حاجه هنقفل ده،
هنفتح التاني. المفروض ما تحولش ولا ايه؟ اه ما دوسناش اكسبورت. بص هنا هتلاقي هنا ايه، في بروبرتي سيت فوق خاص ببيم اريبيا. فين البارامتر اللي تحتيه؟ هي دي البارامتر اللي تحتيه اللي هي كانت موجوده في الجدول. فانت كده انت كمكتب استشاري، انت كمقاول، انت كاي شخص بتعمل بتصدر اي اف سي، انت ممكن تعمل بروبرتي سيت خاصه بيك، ممكن تعمل جداولك، ممكن تتحكم في كل شيء وتحكم ده رايح فين، الداتا دي كانت فين ورايحه فين. نبص حاجة تاني برضو، أنا كل ده بشوف إيه هي الإمكانيات المختلفة في الـ IFC كتصدير. يعني هنا مثلا هنا أنا هنجرب هنا Export Rivet Property Set. إحنا قلنا قبل كده في السلايدز إحنا بلاش نختار الاختيار ده نتيجة إن البروبرتي سيت بتاعت الريفت مليانة انفورميشن، فهتروح بقى متنطورة في كل حتة وفي نفس الوقت هتخلي الملف تقيل. انا اكسبورت اوكي، هنعمل براوز هنسميه بويلر مثلا 4 اوكي سيف اكسبورت. نروح هناك نفتح هنا، نفتح ده فايل، نقفل القديم كلوز ونفتح الجديد. خلاص وهنا ده اللي احنا فتحناه قبل كده. هناخد ايه؟ هناخد ده ماشي. بص هنا وبص هنا، شوف هنا البروبرتي سيت هنا قد ايه، 3 صفوف بس. هنا بص قد ايه، 4 صفوف. كل دي معلومات اضافيه جات لي من الريفت، جات لي فين؟ هو مع نفسه بيعمل بروبرتي سيت خاص بيه، بيحط فيها الحاجات الخاصه بيه. يعني مش رايحه في مكانها في الاي اف سي، في حاجات رايحه وفي حاجات مش رايحه. فعندك كل المعلومات ايا كان كلها رايحه. فالكلام ده كله هينعكس على ايه؟ هينعكس على حجم الفايل، وهينعكس برضه على ان هو عارف مثيرنج بيشوش المستقبل نفسه. لو انت بصيت هنا في نفترض هنا لو شفنا الديسكتوب اللي هو الفولدر اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو كان اسمه ايه؟ الميريبيا. بص هنا حجم الفايل قد ايه؟ 23 كيلو بايت. هنا القديم كان ايه؟ كان 13 او 15، يعني تقريبا مره ونص. يعني انا لما صدرت الاي اف سي او صدرت الريفت فايل وحطيت فيه كل الداتا حجمه ضاعف مره ونص. تخيل بقى انت الملف بتاعك 100 ميجا وكذا ملف، ايش ما اعرفش معماري على ام اي بي على كذا على كذا، كل واحد ضرب في مره ونص مره ونص وهكذا. فانت هتلاقي الملف في الاخر تقيل جدا ومليان معلومات انت مش محتاجها ومتقلك الفايل. فبالتالي يستحسن ان انت لما تيجي تصدر ريفت فايل من الـ او اي اف سي فايل من الريفت، يستحسن ان انت تلغي الاختيار ده. معلش تلغي ده. هنا اللي احنا قلنا عليها اللي انت بتعمل اتاشت ليه ملفات اوريدي، الملفات دي فيها بيست معموله نفسها. فانت ممكن تفتح الملفات دي بره بالاكسل وتعدل البروبرتي سيت، بتعدل المعلومات اللي فيها وتغيرها براحتك. بس هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. وعامه يعني دي يعني ايه صوره عامه على الايه، على المابينج وتحويل الملف من الريفت للاي اف سي. نرجع للسلايدز بتاعتنا ونحاول نكمل بقيه المحاضره. احنا خلصنا الاي اف سي، ده اول ستاندرد واكبر ستاندرد، هو الاساس. كل ستاندرد الثانيه كلها عباره عن يعني حاجات فرعيه مش زي ابدا الاي اف سي. الاي اف سي هو الاساس، عشان كده خد مننا وقت. هنتكلم فين دلوقتي؟ هنتكلم في الستاندرد الثاني بتاع بيلدينج سمارت اللي هو الموديل فيو ديفينيشن. ايه هو الموديل فيو ديفينيشن؟ الموديل فيو ديفينيشن ده عباره عن اي اف سي، لكنه مش كل اي اف سي. الاي اف سي زي ما احنا اتفقنا ان هو مستودع ضخم
موجود فيه كل الدومينز، موجود فيه كل الكلاسز اللي هي خاصة بالإنشاءات عامة يعني. وعندك كل يوم أو كل سنة بيزداد في الضخامة أو في الحجم أو في الانتيتيز المكونة دي. يعني نفترض إن أنت عندك زي ما قلنا دولاب كبير، وحدة أدراج كبيرة، كل درج عبارة عن كلاس أو انتيتي. فنفترض أنت عندك مثلا 800 انتيتي، خلاص، وكل انتيتي جواها بروبرتيز خاص بيها. فأنا دلوقتي بصدر ريفت فايل، بصدر اي اف سي فايل، هصدره اي اف سي، اوكي اتفقنا، لكن هصدره بكل الكلاسز دي، بكل الدنيا دي كلها؟ اكيد لا. انا بصدر جزء من كل، بصدر الجزء اللي انا عايزه، بصدر موديل فيو ديفينيشن. الموديل فيو ديفينيشن ده عباره عن اي اف سي. يعني انت لما بتتكلم ان انا بقول لك انا هدي لك اي اف سي، لا، هي المسمى ده غلط، اسمها هدي لك ام في دي اللي هو موديل فيو ديفينيشن. هديك جزء من الاي اف سي خاص بالايه، باللي انت عايزه. انا دلوقتي مقاول عام مثلا عايز ابعت لاستشاري او مقاول مثلا تاني خاص مثلا بال مثلا المعماري عشان خاطر الكوردينيشن، فانا ببعت له كل ما يخص الكوردينيشن من اوبجكت. هو ما يهموش دلوقتي الكوست، ما يهموش التايم، ما يهموش البروسيسز، ما يهموش الاناليسز، الانرجي اناليسز والكلام ده كله، هو يهمه الاوبجكت كاوبجكت. فبالتالي انا مش هديله الاي اف سي كله، انا هديله موديل فيو ديفينيشن الخاص بالايه، بالكوردينيشن الخاص باللي يهمه. وده مهم جدا. ده نفس الكلام اللي بنتكلم فيه. نفترض ان الاي اف سي ده عباره عن المربع ده، والوحدات دي هي عباره عن الانتيتيز بتاعته. ثانيه واحده، ودي الوحدات الخاصه بالانتيتيز بتاعته. ده الام في دي، ده عباره عن الام في دي، ده عباره عن جزء من الكل، جزء من الايه، من الاي اف سي نفسه. الاي اف سي ده في كل حاجه، الام في دي ده عباره عن جزء صغير منه. الشكل ده بيوضح ايه؟ بيوضح ام في دي فايل او اي اف سي فايل متصدر ثلاث مرات من نفس الموديل، لكن مره متصدر اي اف سي كوردينيشن فيو اللي هو خاص بالكوردينيشن، ده خاص بالاستراكشر اناليسيس، ده خاص بالثيرمال اناليسيس. كل واحد من دول ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ام في دي لبيربوس معين، لهدف معين. انا دلوقتي عايز اصدر فايل اي اف سي خاص بالثيرمال اناليسيس، بختار الام في دي الخاص بتاع الايه، بتاع الثيرمال اناليسيس، وهكذا، بحيث ان هو يتناسب مع البيربوس بتاعي او الهدف بتاعي. الام في دي ده مين اللي بيعمله؟ انا بعمله؟ لا، الام في دي ده بيعمله من بيلدينج سمارت، ويعني ايه، والشركات بتاخد عليه سيرتيفيكيشن. يعني مثلا الاوتوديسك بتاخد مثلا سيرتيفيكيشن من بيلدينج سمارت على مثلا الام في دي ده مثلا، ومثلا اركيكاد بتعمل تاخد برضه سيرتيفيكيشن على الام في دي ده، بحيث ان هو ده خاص او اللي بيعمله بيلدينج سمارت نفسه. ايه انواعه؟ دي الانواع مثلا في الاي اف سي 2 باي 3 هي دي الانواع بتاعتنا: كوردينيشن فيو، سبيس باوندري، بيزك اف، فاسيليتي مانجمنت. كل واحد دي خصائص. يعني ده خاص بالايه؟ خاص بالكوردينيشن. السبيس باوندري خاص بالايه؟ خاص اللي هو الاناليسيز عامه، يعني بيلدينج انرجي اناليسيز اند كوانتيتي كوف. البيزك فاسيليتي مانجمنت هاند اوفر فيو ده خاص بايه؟ خاص بال الفاسيليتي مانجمنت او تشغيل الصيانه، اللي هو الملف اللي بيطلع بيدخل جوه الايه، جوه انظمه التشغيل نفسها زي كافن، زي سي ام ام اس، بحيث ان الانفورميشن اللي طالعه دي هي نفس الانفورميشن المطلوبه في الايه، في الفاسيليتي مانجمنت. مش اي انفورميشن تطلع له، انا مش هتطلع له مثلا كوست، مش هتطلع له مثلا تايم، هطلع له، لا، هطلع له المعلومات الخاصه بيه. برضه هنا في موديل فيو ديفينيشن بتاع ستراكشرال اناليسيز فيو، ده برضه خاص بالستراكشر اناليسيز، اللي هو مثلا زي ما قلنا بيطلع حاجه زي كده، ما بيطلعش ده، هو ما بيشوفش ده، هو بيشوف ده. ده الموديل فيو ديفينيشن بتاع الاي اف سي 4، برضه عباره عن اثنين، ريفرنس فيو وديزاين ترانسفير فيو. ده نفسه قريب قوي من كوردينيشن فيو، نفس الفكره بس بتاع اي اف سي 4.
الديزاين ترانسفير فيو هو هو الريفرنس فيو، بس زودوا عليه ان هو في امكانيه تعديل، امكانيه ان انت ممكن تعدل في الاي اف سي. اي نعم امكانيه ليميتد شويه، بس ايه ما زال عندك امكانيه انك تعدل في الاي اف سي. ده يعني ده عباره عن جزء من ده. لو هنبص مثلا دلوقتي على الشكل ده، الجدول الكولوم اللي على الشمال ده بيوضح كل الانتيتيز اللي جوه الاي اف سي كلها. طبعا الجدول ده مكون من 20 صفحه مثلا ولا حاجه، انا خدت اول صفحه بس. خلاص ده مثلا اي اف سي اورجانيزيشن، اي اف سي معرفش كذا، اي اف سي بيرسون، اي اف سي كذا. خلاص الاخضر ده معناه ان انا هاخده او ايه، هاخد الخاصيه دي او هاخد الانتيتيز معايا. الاحمر معناه ان انا مش هاخدها. ده خاص بايه؟ ده خاص بالكوردينيشن فيو. يعني هنا الكوردينيشن فيو ده اللي هو الموديل فيو ديفينيشن ده، ده التوصيف بتاعه. التوصيف بتاعه ان انا باخد الاليمنت دي او باخد الانتيتيز دي معايا لان انا محتاجها، والانتيتيز دي انا ما باخدهاش لان انا مش محتاجها، مش تبعي، ما بستفادش منها. فعندك كل الاي اف سي ده، كل الانتيتيز اللي هنا انا ما باخدش منها غير اجزاء محدده فقط، الاجزاء اللي انا محتاجها، الباقي مش محتاج. الموديل فيو ديفينيشن بشوفها فين؟ لو فتحت الريفت فايل دي، ده القائمه اللي احنا شفناها دلوقتي. الجزء الفوقاني ده، ده الريفت، ده الام في دي بتاع الاي اف سي 2 باي 3. الجزء التحتاني ده اللي هو اي اف سي 4. ده في الارك كاد، ده القائمه بتاعت الارك كاد، موضح هنا الموديل فيو ديفينيشن المختلفه الخاصه او اللي موجوده جوه الارك كاد. دي التكله نفس الكلام، موديل فيو ديفينيشن خاصه بيها. لو احنا بصينا بصه كده على الريفت، ده الريفت فايل اكسبورت اهو اي اف سي، افتح هنا كذا، هي دي الموديل فيو ديفينيشن. هم دول من هنا لهنا، دي الموديل فيو ديفينيشن الخاصين بالاي اف سي 2 باي 3، هنا الموديل فيو ديفينيشن الخاصين بالايه، بالاي اف سي 4. انت عايز تصدر حاجه خاصه بالكوردينيشن اللي هو غالبا ده اللي بيحصل، فانت بتختار اول واحد. عايز حاجة خاصة بالفاسيليتي مانجمنت هاند اوفر، تختار ده. عايز تختار حاجة خاصة مثلا بالكوبي اللي هي برضو ليها علاقة برضو بالفاسيليتي مانجمنت، تختار ده، وهكذا. وبناء عليه هو بيحدد بالظبط ايه اللي انت هتختاره من الموديل بتاعك يتصدر، وايه الحاجات اللي انت مش عايزها. كده خلصنا ايه؟ خلصنا الموديل فيو ديفينيشن. كده خلصنا الاي اف سي وخلصنا الموديل فيو، الموديل فيو ديفينيشن. ثالث حاجه اللي هي حاجه اسمها اي دي ام، اللي هي انفورميشن ديليفري مانيوال. ايه هي الانفورميشن ديليفري مانيوال؟ ده عباره عن دوكيمنتس. الدوكيمنتس ده ممكن يكون فيزيكال، ممكن يكون ديجيتال. في ايه الدوكيمنت ده؟ ده بيشرح لك المعلومات او الداتا المطلوبه لايه، لهدف، لغرض، لغرض محدد. بيشرح لك ايه هي المعلومات دي، امتى عايزها، مين هيعملها، الاوردر بتاعها، يعني وصف كامل للمعلومات الخاصه بهدف معين. طب المعلومات دي او الاي دي ام ده مبني على ايه؟ مبني على ستاندرد، مبني على تو ستاندرد، الستاندرد ده والستاندرد ده. ده هايبر لينك اليوم على طول، بحيث ان لو عملت كليك هتوصل. على فكره ملف البي دي اف المفروض ان هو هيترفع مع الفيديو على اليوتيوب، بحيث ان انت ممكن تقراها تاني، وفي لينكات كتير انا حاططها بحيث ان انت برضو ايه هتستفيد منها ان شاء الله. ايه هو الاستراكشر بتاع الاي دي ام؟ الاي دي ام متكون من ثلاث عناصر رئيسيه. اول عنصر اللي هو اليوز كيس. اليوز كيس ده اللي هي البيربوس او الهدف او الغرض. انا بعمل الاي بي ام ده ليه؟ انا عايز ايه؟ عايز اي بي ام خاص بالكورس، عايز اي بي ام خاص بالسكادولينج، عايز اي بي ام خاص بالكوردينيشن، عايز اي بي ام ليه؟ فده اليوز كيس. الاي ار دي اختصار الاكسشينج ريكويرمنتس، المعلومات المطلوبه لتحقيق الغرض ده. ايه هي المعلومات المطلوبه لتحقيق اليوز كيس دي؟ ده الاكسشينج ريكويرمنتس. البي ام دي البروسيس ماب. البروسيس ماب انا عندي معلومات وعندي ايه؟ وعندي بيربوس. المعلومات دي هتترتب بصوره معينه في بروسيس ماب، بحيث احدد المعلومات دي امتى انا هحتاجها، وهحتاجها ازاي، ومين هيعملها. فده البروسيس ماب. الثلاثه دول مع بعض بيكونوا الاي دي ام. الاي دي ام ده لو عاوزين نتخيله هو عباره عن فولدر، الفولدر ده عنوانه اليوز كيس. ماشي؟ الاستخدام بتاعه. جوه الفولدر ده عباره عن ايه؟
process map وال exchange requirements اللي هي ال requirements المطلوبة وال process map. ده شكل تاني بيوضح المكونات بتاعت الـ IDM وشرحها بالتفصيل. عندك أول مكون use case، تاني مكون اللي هو الـ process definition أو الـ process map، ثالث مكون الـ exchange requirements. ممكن نقراها بعدين بالتفصيل. طب ايه العلاقة بقى بين الـ IDM والـ MVD؟ الـ MVD ده اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. احنا قلنا قبل كده او قلنا دلوقتي الـ IDM ده عبارة عن documents معمول علشان نحقق او نعرف المعلومات المطلوبة لهدف معين. مش ده قريب شوية من التعريف بتاع الـ MVD؟ الـ MVD ده عبارة عن Model View Definition، عبارة عن معلومات خاصة بهدف محدد احنا عايزينه. فهل في تكامل بيتم ما بين الاثنين؟ فعلا في تكامل. الـ IDM زي ما قلنا عبارة عن Use Case، Exchange Requirements، Process Map. الثلاثة دول بيحققوا الـ IDM. الـ IDM ده لو انا هحوله بصورة ديجيتال هحوله الـ MVD، هحوله بصورة ديجيتال ممكن هيتحول معايا الى MVD. يعني مثلا IDM خاص بالكوست، فبالتالي ده في ايه؟ في الـ Use Case، في الـ Process Map، في الـ Exchange Requirements، بطلعه بصورة IDM بحوله الـ MVD. فده الـ MVD الخاص بالايه؟ بالكوست. بربطه مع الريفت بيطلع لي كل الايتمز اللي ايه؟ لما اصدر فايل اي اف سي بيطلع لي الايتمز الخاصه بالكوست بس، او بروسيس ماب او سوري او اي دي ام خاصه بالسكادولينج، او اي دي ام خاص بالانرجي اناليسز، اي دي ام خاص باي حاجه انا عايزها بعملها بحولها لام في دي، والام في دي ده بايه؟ بربطه بالايه؟ بالريفت فايل او بالنيتف فايل. ده شكل البروسيس ماب اللي احنا اتكلمنا عليها، عباره عن ايه؟ ده مثلا البروسيس ماب بتاع الكوست استيميشن. دي العمليات اللي بتتم علشان نحقق الايه؟ البيربوس ده. دي كل دي كل دي يعني ايه؟ خطوات، وكل دي انفورميشن احنا محتاجينها في النص علشان نقدر نحقق البروسيس ماب دي. كده خلصنا الاي دي ام. هندخل في البيم كولابوريشن فورمات البي سي اف. ايه هو البي سي اف؟ البي سي اف ده عباره عن ايه؟ عباره عن فايل فورمات بس ليه صوره معينه. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي نفترض عندك ايشو معينه، عندك كومنتات معينه على الموديل. الكومنتات دي انت عايز تبعتها للاطراف المعنيه. انا مقاول عايز ابعتها للاستشاري، المصمم عايز ابعتها لمقاول الباطن. الطبيعي ان انا اعمل ايه؟ بعمل مثلا ارسم كروكي واحطه في ايميل وابعته وهكذا، ويردوا عليا رايح جاي. دي الطريقه التقليديه. فنتيجه ان الموضوع تطور يعني، فهو احنا عاوزين ايه؟ نجيب طريقه سهله. فاخترعوا البي سي اف ده اللي هو عباره عن ايه؟ فايل فورمات. بيعمل ايه؟ او الملف اللي فيه عباره عن ايه؟ الملف اللي فيه عباره عن لما تفتح البي سي اف فايل بتلاقي لقطه معينه للايشو بتاعتك او الجزء اللي انت بتتكلم عليه في الاي اف سي، وعليه الكومنت بتاعك، وعليه كل ما يخص الايه؟ الايشو دي. لو شفناها اذا اوبن فايل فورمات ذات الاوز ذا اديشن اوف تكستشوال كومنتس، بنحط فيها تكستشوال كومنتس، كومنتات تكست، وسكرين شوت بحط فيها سكرين شوت، وبحط عليها and more on top of the IFC model، وبحطه على او بربطه بالIFC model علشان ايه؟ عشان احسن الكوميونيكيشن بتوين coordinating parties، بحسن الكوميونيكيشن ما بين الافراد او ما بين الاطراف المعنيه بالموضوع. دي الفلو شارت او البروسيس ماب الخاصه بالبي سي اف. انا دلوقتي هنمشي معاها خطوه خطوه. انا عملت ديتكشن للايشيو معينه في الموديل، انا شفت ايه؟ مشكله معينه، فعملت ايه؟ عملت كومنت. الكومنت ده حطيت فيها ايه؟ حطيت فيها النيم، الستاتس، الكومنت نفسها اللي هو التكست، سناب شوت لقطه ليها، لينك اليمنتس، بربطها بالايه؟ بالاليمنت ده. الكلام ده كله بيتحول الى ايه؟ بي سي اف فايل. البي سي اف فايل ده انا ببعته بالايميل او ببعته باي وسيله كانت. البي سي اف ده عباره عن ايه؟ عباره عن
ملف ممكن يكون فيه 100 ايشيو 1000 ايشيو، مش كل ايشيو ليها بي سي اف فايل، لا كل مجموعه ليها بي سي اف فايل، كل 1000 كل 2000 ايا كان، ممكن نطلع مثلا 50 60 ايشوز وسيبها كلها ايه بي سي اف فايل واحد، وابعتها بالايميل للشخص المعني. الشخص المعني اللي هو او الباطن ايا كان بيشوف الكلام ده كله، بيعمل مراجعه لكل الايه الايتمز اللي فيها، وبيدينا رد فعل. رد فعل ده بتاعه يا اما اوكي كونفيرمد او حل الايش ده خلاص هعمل لها يس واقفل الكومنت واعملها اركايف، او لا في لسه الموضوع مستمر او محتاج ايه نقاش تاني فنو، وارجع تاني للبي سي اف فايل اللي بيرجع للانيشيتور اللي بيكتب كومنتاته، وهكذا نفضل شغالين في اللوب ده لغايه ما ايه لغايه ما نوصل لليس. اول ما وصلنا لليس خلاص هنقفل الكومنت وهنعمل اركايف من الايه الفايل. هنتكلم على السيناريو اللي بيتم عامه. نفترض ده اللي تحت دول عباره عن مودلز بتاعه الاطراف اللي هي الايه الاطراف المختلفه. ده موديل المعماري، ده موديل الانشائي، ده موديل معرفش الاستراكشر اناليسيس، ده الام اي بي، ده ام اي بي برضه. كل واحد فيهم بيصدر ايه اي اف سي فايل، بعمل فيدريتد موديل. ده الموديل ده كبير اللي هو عباره عن ايه اي اف سي كتير. هل البي سي اف مشابه للار اف اي؟ لا، البي سي اف ممكن يكون مشابه للار اف اي، بس ار اف اي ده دوكمنتس عامه. البي سي اف مشابه بس ار اف اي بيخاطب حاجه معينه. البي سي اف ده ممكن نحط فيه 500 ار اف اي، فبحط وصدر الكلام ده كله كاي اف سي، بعمل فيدريتد موديل كبير. الموديل ده مكون من كل ايه المودلز الفرعيه. من الموديل ده انا بشيك فيه او بشيك عليه، بشوف مثلا كومنت، عندي كومنت صغيره ناحيه دي، بعديها اصدر البي سي اف فايل للايه للمعماري لو هيغير، للاستراكشر، للمعرفش هنا اظن ده الاستراكشر برضو، الام اي بي، الام اي بي وهكذا. فده سيناريو. في سيناريو تاني اللي هو ما بين طرفين. نفترض ان انا هنا معماري وهنا استراكشر، خلاص فين الموديل بتاعي؟ ده الموديل بتاعي اللي هو الاساسي، خلاص ده الموديل المعماري وده الموديل الاستراكشر. المعماري بيصدر اي اف سي، المهندس الانشائي بيعمل لينك للايه للموديل المعماري، ربطناه مع بعض. طلع ايشو او عنده مشكله او عنده كومنت عنده اي حاجه، بيكتبه في صوره بي سي اف ويبعته تاني ايه للمعماري. المعماري يعدل الموديل بتاعه ويرد ثاني ايه اي اف سي، يراجعه وهكذا، رايح جاي رايح جاي لغايه ما نستقر على كل حاجه. الطرف الثاني عندك الايه الانشائي بيصدر ايه، بيصدر بي سي اف، بيصدر اي اف سي. المعماري بيعمل لينك للايه الاي اف سي، بيطلع كومنتاته بيبعتها في صوره ايه بي سي اف، بيستقبلها المهندس الانشائي، المهندس الانشائي بيشوف البي سي اف، يا اما يعدل يا اما يرجعه تاني، وهكذا رايحين جايين في الايه في اللوب ده لغايه ما نقفل البي سي اف وايه ونحل الموضوع. ايه الفرق بين الاي اف سي 4 والاي اف سي 2؟ زي ما قلت لك هو الاي اف سي، الاي اف سي بايه اقول لك بس. طب بص هنخلص البي سي اف ده عشان ما نخلص الموضوع وهرجع ارد على سؤال ده. ده الايه ده البي سي اف. هاو از بي سي اف يوزد؟ البي سي اف يوزد في مراحل المشروع المختلفه، يعني عندك هنا في الديزاين فيز، في البروكيرمنت فيز، في الكونستراكشن فيز، في الاوبريشن. ده بيستخدم في جميع المراحل، يعني مثلا على سبيل المثال في البروكيرمنت بيدنج كوردينيشن ايتمز اند كلاريفيكيشن، في مرحله العطاء بتاعت اللي هو المشروع نفسه، بلاش 100 4 5 مقاولين بيدخل، كل واحد عنده المستندات العطاء، العطاء نفسه المستندات دي هو عنده ار اف اي او عنده ريكوست فور انفورميشن، بيستبدلها بالايه بالبي سي اف، بحيث ان احنا ايه نمسك الموديل نكتب البي سي اف بتاعتنا نبعتها للايه للمصمم او المالك، بحيث ان هو يرد على الايه يرد عليها. ده في مرحله البريكيرمنت. طب في مرحله الكونستراكشن بيستخدم فين؟ بيستخدم مثلا في كواليتي اشورنس، في كواليتي تشيكنج، بشيك على حاجه في الموديل نفسه، في التراكنج افيلابيلتي اوف ايتمز، عاوز اشوف الايتم
بعمل لها تراكنج، وصلت ولا ما وصلتش الموقع، الماتيريال والكوردينيشن والكوردينيتنج سبستيتيوشنز، اي حاجه عايز استبدلها في الموقع. هدخل في مرحله الاوبريشن نفس الكلام. الغرض من الموضوع، الغرض من الموضوع، معلش انا في اسئله بتتم بس انا للاسف مش هعرف ارد عليها، نتيجه ان انا لو ردت عليها هفقد الايه التواصل بتاع المحاضره، فممكن في الاخر خالص نرد عليها كلها مره واحده. الاوبريشن فيز نفس الكلام، فبي سي اف ده بيستخدم في جميع مراحل المشروع، سواء ديزاين سواء بروكيرمنت كونستراكشن اوبريشنز، كل المراحل دي البي سي اف بيستخدم، يعني زي عارف ايدينا ورجلينا في الكوردينيشن. دي القائمه بتاعت الاي اف البي سي اف فين في البرامج المختلفه، يعني هنا في الريفت، هنا في الاركيكاد. لو انت شفتها، بص هنا في تايتل، ايه اسم الايشيو؟ اسمها كذا. ايه الديسكريبشن؟ كذا. الكومنت بتاعتك كذا. البريورتي بتاعتها ايه؟ كذا. اساين تو مين؟ مين الكلام ده هيروح لمين؟ هيروح لفلان. المايلستون فين؟ كذا. هل دي عباره عن ايه؟ ايشيو ولا عباره عن ايه؟ ايشيو. فين اللقطه دي؟ اللقطه دي موجوده الناحيه دي، وهكذا. وهنشوفها دلوقتي. هنبص عليها دلوقتي برضو ايه كتدريب عملي يعني. ده الاركيكاد، ده السوليبري. انا بتكلم دلوقتي على القوائم بتاعت البي سي اف في البرامج المختلفه. هنا اسمه ايه؟ البيم كولاب زوم. خلاص. نعمل تدريب عملي على البي سي اف دلوقتي. افترض دلوقتي ان احنا عندنا فين 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 ده ريفت فايل مثلا. انا عملت ريفت فايل خلاص وصدرته. صدرته فين؟ صدرته اي اف سي. راح فين؟ راح السوليبري. السوليبري ده عباره عن برنامج كويس جدا في موضوع الكلاش ديتكشن، كويس جدا في موضوع الكوانتيكوف، زيه زي نافيس وورك، بس انا اظن ان امكانياته اعلى شويه من نافيس وورك. المهم دخلنا الموديل الناحيه دي خلاص وعملنا ايشوز. الايشوز ده 1 2 3 خلاص. ده ايشو رقم 1. بص على طول، بص هنا الشكل او الفيو على طول بيروح المكان. هنا رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5. خلاص. لو انت عاوز تبص على المكونات بتاعته، ده التايتل بتاعه كذا، الديسكريبشن كذا، الستيت بتاعته ريجكتد ولا ايه ولا ايه، اكسبتد ريجكتد اندفاين، الستاتس بتاعته اكتف اسايند closed، كل الانفورميشن الخاصه بيها، responsibility and labels. انا هنا بكتب او بحط مين الاشخاص المعنيين اللي هم مسؤولين عن الايه البي سي اف او عن الايشو دي، ودي لقطه خاصه بالكلام ده كله. عملنا الكلام ده بعمله ايه بعد ما اخلص الكلام ده؟ بعمل ايه؟ عندي حل من الاثنين. لو رجعنا هنا، هنرجع هنا نشوف الفلو شارت بتاعنا. ده الفلو شارت. خلاص خلصنا المرحله دي، عاوزين نعمل بقى بي سي اف فايل. في عندي حاله من الاثنين، يا اما اصدر او اسيف الكلام ده كبي سي اف وابعته لايه؟ وابعته للشخص المعني، او بستخدم اونلاين سيرفيس او اونلاين سوفت وير. اونلاين سوفت وير ده ممكن احط عليه او ممكن اعمل سينكرونايزيشن للبي سي اف فايل ده، بيروح للاونلاين سوفت وير ده. الاونلاين ده هو اللي بيبعت تلقائي للشخص المعني بالموضوع، بيبعته ايميل تلقائي. خلاص. ميزه بقى السيرفيس الاونلاين دي او السوفت وير اونلاين، ان هو بيجمع كل البي سي اف فايلز بيحطها وبيعمل بقى ستاتستكس عليها، احصائيات وايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش وايه اللي ما اعرفش ايه وهكذا. فدلوقتي هنبص عليها. دلوقتي نفترض انا عملت كده وعملت ايه سينكرونايز للكلام ده كله مع ايه؟ مع اونلاين سيرفيس او اونلاين سوفت وير. في الحاله بتاعتنا هو في انواع كتير من الاونلاين ده، لكن بالنسبه لنا انا استخدمت هنا دلوقتي اللي هي ما يسمى البيم كولاب. هنفتح هنا ثانيه واحده. البيم كولاب هنا فين؟ هو ده. بعد ما عملت سينكرونايز للايشوز جت لي هنا بالظبط، وفيها ايه؟
وفيها الديسكريبشن بتاعها، وفيها اساين تو هوم والمايلستون، وفيها كل شيء. وفي هنا داشبورد، مثلا ثانية واحدة، داشبورد هنا ليها نفسها الايشو، وعندك هنا طبعا اللي هي الاحصائيات، ايشوز بير ستيتس بير مايلستون بير اريا وهكذا، بحيث ان انت لو انت مدير مكتب او ماسك مثلا منصب اداري في اي شركة، فانت عندك كل الايشوز الخاصة بالمشروع او خاصة بالموديل كلها موجودة عندك، وعارف مين معاه ايه وايه الستاتس بتاعتها وايه البريورتي بتاعتها وهكذا. وممكن تطلع بيها روبورتات، ممكن تعمل بيها اي حاجة. المهم انا دلوقتي عملت ايه؟ اشتغلت في الايه؟ اشتغلت في السوليبري وطلعت الكلام ده كله. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان السوليبري بيبعت ايميل للشخص المعني، فالشخص المعني بيفتح الايه الفايل بتاعه. هنيجي هنا في الفلور شارت، احنا بعتنا ايه البي سي اف بالايميل او بالايه بالسيرفيس اللي احنا اتكلمنا عليها، راحت لمين؟ للشخص المعني اللي هنا. الشخص اللي معني ده فين؟ نفترض الشخص اللي شغال مثلا على الريفت فايل، هنروح على الريفت فايل بيعمل ايه؟ احنا هنا عاملين بلجنز الناحيه دي بحيث ان هو نعمل ابلود للايه للبي سي اف فايل. انا هنا لما بفتح هنا القائمه او القائمه دي انا بعمل برضو سينكرونايزيشن ليها بالايه بالبيم كولاب، فكل الايشوز بتيجي عندي خلاص. الايش دي فين؟ ادوس هنا اهو مثلا، بص على الموديل من ورا هبقى شكله ايه، شايف؟ اتحرك تلقائي، راح لنفس المكان اللي هو زميلنا بتاع سوليبري كان مطلعه هناك في الموديل بتاعه. خلاص جالي هنا وجالي بقى ايه؟ جالي بكل حاجه خاصه بيه. يعني هنا مثلا ايديت ايشوز، دي الايشوز اللي جايه اسمها كذا 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 كذا، انا عايز اعدل عليها، عايز اقفلها، عايز اعمل ريسولف، عايز ما اعرفش اقفلها، عايز اسيفها، عايز اي حاجه. خلاص عمل. خلصنا دي، ندخل في ده مثلا، برضه هعمل دبل كليك، هتلاقي الموديل بيجري على ايه نفس المكان، لان كل اليمنت من دي ليها ما يسمى جويد او جلوبال يونيك ايدنتيفاير. الجويد ده عباره عن يونيك نمبر لكل اليمنتس، فهو اوريدي متعرف. فانا باجي هنا مجرد اعمل كليك بيروح للعنصر ده، الدنيا هنا اظن ايوه الملف تقيل بس هو شغال تحت اهو. اهو ده مثلا الجزء ده، بس هنا الباك ده مش باين نتيجه ان انا مش عامل لينك للايه للام اي بي موديل. هنا نفس الكلام وهكذا. خلاص هل في برامج ثانيه؟ في برامج ثانيه عندك مثلا هنا سوليبري، هنتكلم على ايه تاني؟ هنتكلم مثلا على البين كولاب. البيم كولاب ده عباره عن اي اف سي فيور بس امكانياته حلوه قوي. نفس الكلام برضه الايشو اللي انا عملتها، عملت سنكرونايزيشن مع الايه مع البيم كولاب اللي هو الويب سايت، بيجي لي الناحيه دي، بيجي لي بكل حاجه، ممكن اكتب ملاحظاتي بتاعتي عليها وهكذا، بحيث كل ما اشوف عندك كام برنامج، عندي هنا ايه سوليبري، عندي بيم كولاب، عندي ريفت، عندي اركيكاد، الناس كلها كل واحد شغال مع البرنامج بتاعه اللي مستريح معاه. خلاص بس كلنا بنتكلم على ستاندرد مشتركه، نيوترال ستاندرد، كلنا بنتكلم نفس اللغه وهكذا. نرجع تاني لل ده. اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده اللي هي البي اس دي دي، اللي هي Building Smart Data Dictionary. هي عباره عن ايه؟ Building Smart Data Dictionary دي عباره مش ستاندرد، هي عباره عن سيرفيس هي بتقدمها. عباره عن ايه؟ عباره عن هي زي ايه؟ داتابيز بتحتوي على كلاسيفيكيشن
وبروبرتيز كلاسيفيكيشن سيستم وبروبرتيز بتاع وترجمه او ترانسليشن من كذا مكان. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي عندك في كذا نظام كلاسيفيكيشن عالمي شغالين. في عندك مثلا يونيفورمات، في عندك اوم كلاس، في عندك يوني كلاس، في عندك ايتم، عندك كل دي انظمه كلاسيفيكيشن موجوده عندك في الايه، في المجال بتاعنا. انا شغال مثلا باليوني كلاس، واحد غيري شغال باليونيفورمات، انا شغال يوني كلاس بالانجليزي، واحد شغال بالاومني كلاس بالالماني، واحد شغال تاني باليونيفورمات بفرنساوي. خلاص كل دي اطراف معنيه مختلفه موجوده جوه المشروع، كل واحد استشاري، كل واحد مقاول، كل واحد الكلام ده كله. انا دلوقتي ببعت المود بتاعي، ببعته بتصنيف معين، هل هو عنده قدره انه يستقبل التصنيف ده؟ عنده قدره انه يفهم الكلام ده؟ عنده قدره يفهم الكلام ده لو هو استخدم البي اس دي دي اللي هو البيلدينج سمارت داتا ديكشنري. عباره بيلدينج سمارت داتا ديكشنري عباره عن ايه؟ زي جوجل ترانسليتور، بترجم الموديل بتاعي والانفورميشن بتاعته لكلاسيفيكيشن مختلفه، للغات مختلفه وهكذا. الشكل ده بنتكلم فيه على الكلاسيفيكيشن. الشكل اللي على اليمين ده عباره عن شويه اشكال هندسيه كده موجوده، لكن من غير كونتكست، مفيش كونتكست، مفيش سياق، مفيش كلاسيفيكيشن. خلاص دي موجوده كده متابعه سياره كده. كلاسيفيكيشن بيعمل ايه؟ كلاسيفيكيشن بيجمع الحاجات دي كلها في شكل معين بحيث ان هو يكون منظم، بحيث ان هو يكون عنده قدره على ايصال المعلومه او الانتر اوبرابيلتي العاليه او الكولابوريشن بينه وبين كل الناس. فالكلاسيفيكيشن ده مهم جدا، عشان كده زي ما قلنا قبل كده ان في كذا كلاسيفيكيشن سيستم موجود جدا، موجود منتشر جدا على مستوى العالم زي اللي احنا قلناهم. وفي عندك برضو لو انت شركه كبيره انت ممكن تعمل كلاسيفيكيشن سيستم خاص بك انت، خاص بالشركه، مش لازم انت تتبع كلاسيفيكيشن سيستم بتاع مثلا يونيفورمات ولا اومني كلاس ولا اي حد، لا انت ممكن يكون عندك كلاسيفيكيشن سيستم خاص بك انت. خلاص فالكلاسيفيكيشن سيستم دي كلها مرفوعه على الداتا بيس بتاعت الايه؟ بتاع البيلدنج سمارت اللي موجوده في اللي هي بيلدنج سمارت داتا ديكشنري، بحيث انها تبقى داتا بيس خاص، يعني ايه؟ داتا بيس شامله، بحيث ان انا اعرف يعني اعرض الموديل بتاعي للناس كلها، واعرف اخد الموديل بتاع الناس كلها واعرف ايه؟ اترجمه للغتي، اترجمه للكلاسيفيكيشن سيستم بتاعي، اترجمه للستاندرد الخاص بيا. هنا بنتكلم ازاي هو بيستخدم. هو بيستخدم برضو هنا ك language translation، ان انت لو واحد فرنساوي مثلا شغال فانت عنده كل حاجه، عنده الباب عنده ما اسموش باب، ما اسموش دور، اسمه مش عارف ايه بالفرنساوي، نفس الكلام بالالماني وهكذا. انا ما اعرفش فرنساوي، هل هعرف افهم الموديل بتاعه لما يكتب هو في الديسكريبشن بتاع الباب كذا؟ انا فاهم فرنساوي ما اعرفش فرنساوي، لكن ممكن اعرف انجليزي. خلاص ف هل خلاص ما فيش تعامل بينه وبينه؟ لا، باخد الموديل بتاعه بربطه فين؟ بربطه بالسيرفيس اللي هي البيلدنج سمارت داتا ديكشنري، بتترجم لي كل الكلام ده كله، بتترجم لي كلغه ماشي، وبتترجم لي ككلاسيفيكيشن سيستم. خلاص بتترجم لي كل حاجه وبحطها كلها على الايه؟ على الموديل بتاعي. هنا هاو بي اس دي دي كان هيلب، لا هنا في حاجه ناقصه اللي هي mapping between various classification. هنا الميزه الثالثه انها بتعمل mapping او بتعمل linking او بتعمل توصيل ما بين الكلاسيفيكيشن سيستم المختلفه. يعني الدور مثلا في الكلاسيفيكيشن سيستم بتاع يونيفورمات موجود في المكان الفلاني، لكن في الاومني كلاس موجود في المكان الفلاني. في الكلاسيفيكيشن سيستم بتاعنا الخاص بالشركه اللي انا شغال فيها موجود في المكان الفلاني. فالبي اس دي دي بيربط الكلام ده كله. هل انا لو انا عندي كلاسيفيكيشن سيستم في الشركه بتاعتي، هل عندي امكانيه ان انا ارفعها على البيلدنج سمارت داتا ديكشنري؟ عندي امكانيه، بقدم طلب لبيلدنج سمارت، بيشوفها بيدي ملاحظاته مره واثنين وثلاثه لغايه ما نستقر عليها ويرفعها عنده على ايه؟ على الداتا بيس بتاعته، بحيث ان انا يكون عندي الكلاسيفيكيشن سيستم الخاص بيا مرفوع على البيلدنج سمارت. هنا بيوضح مثلا، افترض هنا باب، الباب ده ليه بالانجلش مثلا انترانس ويدث، معلش الدايمنشن دي او البروبرتي دي انترانس ويدث بال مش عارف ايه اللغه دي، وهنا لغه ثانيه برضو انجلش او فرنساوي. كل لغه ليها ايه؟ ليها معنى.
بيلدينجز او الداتا ديكشن بتعمل ايه؟ بتعمل يونيك نمبر او يونيك اللي هو جويد او يونيك نمبر لكل ايه؟ لكل بروبرتي معينه. يعني البروبرتي دي اللي هو العرض من بره ده اللي هو اليونيك نمبر بتاعه كذا، العرض من جوه كذا، عرض الفريم نفسه كذا، خلاص بالانجليش معناها كذا، بالالماني كذا، بالفرنساوي كذا. وبالطريقه دي انت عندك دلوقتي ايه؟ عندك على او بيلدينج سمارت بتقدم لك خدمه زي ما قلت لك ان هي اللي هي البي اس دي دي اللي هي بيلدينج سمارت داتا ديكشنري، بحيث ان انت تعرف تترجم الموديل بتاعك لاي كلاسيفيكيشن سيستم، لاي لغه ثانيه، والعكس بالعكس. كده احنا خلصنا الجزء بيلدينج سمارت. هنا حطيت في الاخر شويه لينكات خاصه بكل توبيك. يعني هنا مثلا البيلدينج سمارت ده لينك، كذا لينك خاص بيها، الاي اف سي لينكات نفس الكلام، هنا الموديل فيو ديفينيشن اي بي ام، البي سي اف، البيلدينج سمارت داتا ديكشنري. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده، شكرا جزيلا. هنا في سؤال هو ديد بي سي اف ايكوال كلاش ديتكشن؟ لا، البي سي اف مش ايكوال كلاش ديتكشن، ده الاثنين مختلفين تماما. كلاش ديتكشن ده عباره عن كلاش ديتكشن، يعني تعارض ما بين الايه التخصصات المختلفه. لكن البي سي اف ده لا، البي سي اف ده عباره عن فايل فورمات انت بتستخدمه للتواصل ما بين الاطراف المختلفه، تستخدمه للتواصل ما بين الالكتروميكانيكال، ما بين الاستراكشر وهكذا. ممكن تكون ايشيو، ممكن تكون مشكله، ممكن تكون كلاش ديتكشن، وممكن تكون اي كومنتات تانية انا بتواصل بيها. في سؤال تاني اللي هو ايهم افضل، اي اف سي 2 باي 3 اي اف سي 4؟ لا، هو الاي اف سي 4 يعني كل لما فيرجن جديد بينزل كل ما يكون احسن من التاني. ليه؟ هو مش احسن نتيجه ان هو في اختلاف، لا هو في اضافات. يعني مثلا في كام دومين شغالين في الموضوع؟ مثلا نفترض انت عندك 6 دومينز. طب نبص عليها. لو انت نبص هنا، معلش نفتح هنا الصفحه دي، صفحه اللي هي ايه البيلدينج سمارت، فيها كل الايه الاي اف سي. هنفتحهم واحد واحد. هنفتح 2 باي 3 اللي هو ده، خلاص open a new tab، وهنفتح ال IFC 4 اللي هو الاوفيشال اللي هو ده، خلاص، وهنفتح اللي هو ده. فانت عندك هنا 3 IFC، اول واحد 2 باي 3، ثاني حاجه 4، ثالث حاجه اللي هو 4.1 اظن. نيجي نبص على حاجه هنا، هنا alphabetical entities، في كام انتيتي؟ 653 انتيتي، 653 كلاس، 653 فاميلي. هم دول الموجودين فين؟ في ال IFC 2 باي 3. لو رحنا IFC 4 اللي هو اظن 4 بس من غير 4.1، لو جينا هنا في الالفابيتيكال ثينجز انتيتيز، في كام انتيتي؟ 776. هنا قلنا 653، هنا 776 زاد. فزي ما قلنا كل لما تطلع في الاي اف سي خطوه قدام، كل ما الانتيتيز بتزيد، كل ما الدومينز بتزيد، بس القديم زي ما هو. خلاص الاي اف سي 4 اللي هو 4.2 لو شفناه في الالفابيتيكال ليستنج في الانتيتيز هتلاقيه 801 انتيتي. يعني ده 801، ده 776، ده 653. فانت عندك كل اي اف سي كل ما يدخل معاك، كل ما يزيد معاك، كل ما الانتيتيز بيزيد، كل ما في ناس ثانيه داخله معاك، الناس بتوع الطرق والكباري داخلين معاك، الناس بتوع الانفاق دخلوا معاك، الناس بتوع السكك الحديد دخلوا معاك، الناس بتوع الانفراستراكشر دخلوا معاك، كل دي دومينز دخلوا معاك في الاي اف سي. خلاص فالناس دي لما دخلت اتعمل لها انتيتيز خاصه بيها، خاصه بمكوناتهم اللي هم بيتعاملوا بيها. فبالتالي لما كل الناس دي كلها بتعرف تصدر فايلات عن طريق الاي اف سي،
فانت شغال معاهم بمنتهى الاريحيه، انت عندك قدره على تبادل المعلومات بينك وبينهم بمنتهى البساطه. We can use Solibri same as BIM Collab. لا، هو Solibri هو طبعا في صفات مشتركه وفي صفات مختلفه. يعني لو انت هتعمل نافيجيشن اوكي شغال معاك، لو انت ممكن اظن كوانتيتيز مش عارف هل البيم كولاب بيعمل كوانتيتيز ولا لا، بس سوليبري طبعا رائع جدا في موضوع الكلاشز واللي هي عامه الكلاش ديتكشن عامه، والكوانت سيرفينج فظيع يعني بيطلع كل حاجه. كان اوبن اور امبورت اي اف سي 4 ان ريفيت. اه طبعا ممكن عادي جدا افتح اي اف سي في الريفيت، هو ده اللي بيحصل اصلا. يعني انا دلوقتي انا شغال موديل ريفيت مثلا، والالكتروميكانيكال مثلا مخلص موديل بتاعه، انا بعمل لينك للشغل بتاعه عندنا. هنا في سؤال اللي هو من الفيسبوك على الموضوع اللي هو ازاي ان هو حول تقريبا من المعماري، فالغرف ما راحتش تقريبا، فدي محتاجه زي ما قلت لك ان انت تكون اوير اكتر بالايه بالسكيما بتاعه الاي اف سي، بحيث تعمل بارامتر خاصه بيها في الريفت، بحيث ان كل الداتا تروح من هنا لهنا. فدي محتاجه ان انت تتخصص او تتعمق شويه في موضوع الايه السكيما الخاصه بالاي اف سي، او تدخل مثلا في الرومز نفسها تشوف هو السكيما اسمها ايه، الانتيتي اسمها ايه، البروبرتيز اللي تحتيها اسمها ايه، وهكذا. هو بس في موضوع اللي هو الاوبن بيم عامه، هو المفروض ان هو الفتره الجايه ان الكل مضطر انه يشتغل في الاوبن بيم. هو ايه عكس الاوبن بيم؟ عكس الاوبن بيم الكلوزد بيم. ايه هو كلوزد بيم؟ كلوزد بيم ان انت تشتغل بنفس السوفت وير، انت شغال بريفت خلاص كل الاطراف تشتغل بريفت. طب هل الكلام ده بينجح؟ بينجح اه، بس بينجح تحت ظروف معينه. يعني مثلا نفترض ان انت شغال في مرحله التصميم بس، نفترض ان انت شغال او مثلا المصمم مثلا شركه كبيره عملاقه مثلا نفترض دار الهندسه، تحت منها تخصصات مختلفه، تحت منها مثلا قسم الميكانيكال، قسم المعماري، قسم الانشاء، كلهم شغالين بنفس السوفت وير، كلهم شغالين بنفس الفيرجن بتاع السوفت وير نفسه. ففي الحاله دي ممكن جدا ان الموضوع ما تستغنى على الايه على الاوبن بيم، بس تحت ظروف محدده. لكن المرحله المستقبليه ان انت ان دلوقتي البيم دخل في مرحله ايه؟ مرحله الكونستراكشن. يعني ايه كونستراكشن؟ يعني كونستراكشن يعني عندك الافراد او الاطراف المشتركه في الموضوع كتير قوي، وكل واحد بيشتغل الجزء الخاص بيه. يعني مثلا الناس بتوع الاستراكشر ستيل شغالين بتكلا، انت مش هينفع تقول له اشتغل بريفيت، هو بالنسبه له الريفت بالنسبه له مش قوي زي الايه زي التكله في مجال الاستراكشر ستيل. خلاص قيس على كده كذا كذا واحد تاني، كل واحد شغال بالسوفت وير بتاعه. فانت علشان تعرف تتعامل في المرحله الجايه في البيم، فانت مضطر ان انت تعرف يعني ايه اوبن بيم، بالاضافه طبعا الى الملكيه الفكريه، ان انت ممكن اوريدي ممكن الكل يشتغل ريفت، بس احنا ما بنت يعني ما الداتا اللي بينا بتروح بالاي اف سي نتيجه ان احنا كيانات مختلفه. يعني انا مثلا مقاول وده سب كونتراكتور، انا مش هديله، انا مش لما ابعت مقاول ببعت ملف للمقاول مش هديله ريفت فايل. اديله ريفت فايل ليه؟ اديله الملكيه الفكريه بتاع شركتي ليه؟ اديله كل يعني ايه يعني كل الخصائص او اسلوب شغلي ليه؟ لا، هو ملوش عندي غير الاي اف سي. انت عايز ايه؟ عايز انفورميشن، ادي الانفورميشن. عايزها بصوره كويسه، اديها صوره كويسه. لكن حكايه ان احنا نتداول الاي اف سي او نتداول النيتف فايلز ده مش مظبوط يعني. الا اذا كنا احنا كلنا في نفس الكيان. يعني كيان واحد، شركه كبيره، اقسام مختلفه، خلاص. فانت بتشتغل بقى بالكلوزد بيم مش الاوبن بيم، ان كل الناس كلها شغاله بالايه بنفس السوفت وير. هو تقريبا كده الأسئلة انتهت، وألف شكر لحضرتك حضورك معانا النهاردة. ويعني بصراحة أسلوب حضرتك كان أسلوب جميل في المحاضرة، والله كانت المحاضرة شيقة، يعني مش كانت فيها ملل ولا حاجة. هو في الجزء النظري هو ممل، لان هو اصلا ممل بالنسبه لي يعني، بس انا مضطر افهمه عشان خاطر اعرف اتعامل معاه. لا فعلا يعني، يعني احنا كمهندسين
يعني الجزء النظري بالنسبة لنا جزء مش جزء ممل، لأن احنا بنحب على طول الجزء العملي، بس للأسف الجزء النظري لازم تفهمه عشان خاطر تفهم بقى حاجات تانية. انت لو انت شغال عملي بس هتلاقي نفسك في حاجات كتير جدا مختفية عنك انت ما تعرفهاش، لكن اول ما تفهم الجزء النظري شوية هتلاقي نفسك الحاجات دي بتنور لك اماكن تانية جديدة كتيرة انت ما كنتش شايفها اصلا. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.